بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين دايما في بداية الأسبوع بتكون حلقتنا فقراتها متنوعة الحقيقة، وفيها كواليس كثيرة جدا عايزين نتكلم عنها. بقالنا 3 أيام ما كناش مع حضراتكم، فعندنا حاجات نقدر نتكلم فيها مع حضراتكم كتيرة جدا. الحقيقة دايما لما باجي أتكلم ببقى حابب ان انا اكون واضح لكل الناس علشان الناس تعرف احنا بنتكلم على ايه او بنتكلم في ايه. 3 أيام اللي فاتوا كان في مباراة النادي الاهلي والمقاولون العرب. المباراة انتهت بالتعادل الايجابي زي ما حضراتكم عارفين في كاس الرابطة يعني. وكان في بقية مباريات الفرق الاخرى الحقيقة في نفس اليوم او تاني يوم او بعدها بيوم، لغاية لما الحقيقة النهاردة طلعت مع حضراتكم. فطبعا انا قاعد بتابع كل المباريات، بتابع الاستوديوهات التحليليه، بتابع كل الامور. طيب ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل مع النادي الاهلي؟ انا هتكلم طبعا عن منتخبنا الوطني، وهتكلم عن القرعه، وهتكلم عن السنغال وايه موضوع السنغال وايه اللي هيحصل. لكن انا الحقيقه شدني جدا جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم في هذا الامر، اللي هو لماذا دائما النادي الاهلي، لماذا دائما النادي الاهلي والجهاز الفني وبيتسو موسيماني، بعيدا عن الحاجات اللي بتتقال، لكن لماذا دائما النادي الاهلي وليه دائما خلال الفتره الاخيره لما النادي الاهلي بيعمل حاجه يقول لك اصل بص النادي الاهلي بيعمل حاجات غلط كتيره جدا في ان هو بيطلع الناشئين، والمفروض الراجل يلعب بكذا ويلعب بالناس التانية، اي نادي تاني، اي نادي تاني. والانديه المنافسه امام حضراتكم وفي كل الاستوديوهات التحليليه يقول لك ايه، بصراحه النادي ده رائع، النادي ده نادي مغلوب 2 و3 و4 و5 و1 و2 والكلام ده كله، يطلع يقول لك ايه، اصل النادي ده الانديه يعني لا، النادي ده بصراحه عاملين شغل كويس، مش مهم يتغلبوا، مش مهم يحصل اي حاجه، لا ده طبيعي جدا وبيحصل لانه بيجرب، راجل بيجرب. لكن النادي الاهلي لا، ما يحصلش. النادي الاهلي ايه اللي بيعمله بيتسو موسيماني، بغض النظر عن بيتسو والكلام اللي بيتقال، لكن ايه اللي بيعمله بيتسو موسيماني؟ هو بيتسو ده ايه اللي بيعمله؟ ما يلعب بالفرقه الكبيره. احنا كان عندنا حتى امل ان هو يلعب بالفريق الكبير او مجموعه اللاعبين اللي ما بيلعبوش الفتره اللي فاتت من المباراه السابقه امام المقاولين العرب، ولكن الراجل وجهه نظره كده، رؤيته كده، شايف ان اللعيبه اللي عنده لسه عندها كورونا او بواقي كورونا، فهو حر. هو يختار من يريد ان هو يلعب بيه لان هو اللي بيتحاسب. وبعدين كاس الرابطه بتتلعب دائما بالسكند تيم في كل العالم مش في مصر بس يعني. بعيدا عن كل ده زي ما بقول لحضراتكم انا بيشدني جدا هذه الفتره موضوع الاستوديوهات التحليليه، لماذا دائما النادي الاهلي؟ ليه كل حاجه يقول لك النادي الاهلي، النادي الاهلي اصله بيحصل، اصله بيخلي، اصله بيسوي. هو يا جماعه في انديه اخرى والله العظيم 3 عادي جدا. كاس الرابطه ده فيه 17 نادي غير الاهلي. في 17 نادي غير الاهلي. وفي انديه بتتغلب وفي انديه بتكسب وفي انديه بتتعادل، لكن انت في الاخر انا عارف ان مش هيشغل بالك غير النادي الاهلي. طب وبعدين لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي اتكلموا، مش هقول كويس، لكن اتكلم بشكل موضوعي، اتكلم بشكل موضوعي، ما تتكلمش بشكل ان انت عايز تهد في هذا الفريق. انت بتهده في الفريق النادي الاهلي ليه؟ نفسي اعرف. معرفش كل جمهور النادي الاهلي عمال يبعت لي هي الناس دي بتعمل كده ليه؟ ده حتى في قناه معينه اتسمت باسم نادي معين. والله الجمهور الاهلي بينهم وبين بعض كده، احنا كجمهور الاهلي واحنا بنبعت لبعض يقول لك قناه كذا كذا. انا مش عايز اتكلم، لكن الحقيقه اللي بيحصل واللي انا بشوفه لا يصح. ما يصحش يا جماعه. اللي بيحصل ده النادي الاهلي هو اللي رافع دائما اسم مصر عاليا في اي محفل دولي او افريقي. فكرني كده، هو اخر بطولتين افريقيا مين اللي خدهم؟ اخر سوبر افريقي مين اللي خده؟ هو اللي بيحصل ده طبيعي في النادي الاهلي؟ واللي بيحصل في كل او معظم الاستوديوهات التحليليه بتتكلم بهذا الشكل وبهذا المنظر؟ ما حضرتك قول ان في، انا الحقيقه بشكر الناس كلها طبعا على الحلقه بتاعت كابتن خالد بيبو، الناس كلها بتقول لي هو ده الكلام، هو ده الاسلوب. ان انا الحقيقه ما اتكلمتش عن مباراه الجونه والاسماعيلي في الوقت ده ساعتها، لكن اتكلمت عن الخطه اللي بيضعها مجلس الاداره علشان يصل ان هو يبقى عنده مجموعه ناشئين يلعب بيهم الجونه والاسماعيلي والمقاولين وما يبقاش خايف من حاجه. ما عندوش مشكله ان هو يلعب بدول، بمجموعه الناشئين دول.
هو ده الفارق الحقيقه، وهو ده دايما اللي بنتكلم فيه. لكن الاقي ان نقد نقد نقد، يا جماعه اتكلموا كويس مره، هو في ايه؟ هو انا يا عم استمهدى وما تتنرفز؟ لا انا مش متنرفز بالمناسبه، لكن الموضوع بالنسبه لي كان غريب جدا. ودايما نفس الاسلوب ونفس الطريقه، زي مره حد طلع يقول لك ايه اصله يعني موسيماني مشكلته ان هو بياخد بطولات، او يعني هو موسيماني ما بيعملش حاجه غير ان هو بياخد بطولات. طيب ماشي، على فكره النادي الاهلي دائما بيحصل فيه ممكن يكون فيه مشاكل، طبيعي جدا اي نادي في العالم، يعني زي موضوع ياسر ابراهيم وليد سليمان، حسينا ان الموضوع بقى دنيا قامت ما قعدتش وبتاع، لكن في النهايه انا قلت لحضراتكم ان ده بيحصل، وطبيعي جدا بيحصل ما بين اثنين لاعبين وزملاء، ولا اللي عرفته بعد كده طلعوا واتغدوا واتكلموا وعملوا والموضوع انتهى وكل حاجه انتهت. لكن كل ده الحبه بتبقى قبه، بتبقى قد كده، بتبقى موضوع كبير جدا جدا. انا عارف ان ده عشان اسم النادي الاهلي وكده، ولكن طب يا جماعه بقيه الانديه فين؟ هو اللي بيحصل في النادي الفلاني والنادي العلاني والنادي التاني ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ما حضراتكم ما بتقولوش هي الانديه التانيه الله على الجمال تتغلب 2 و3 و4، ما يقول لك الله على الجمال، ايه الحلاوه دي؟ بصراحه هو لازم يجرب عشان ما حدش بعد كده يقول له انت ما انت اللعيبه دي ما بتلعبهاش ليه؟ لكن تيجي على النادي الاهلي مثلا يعني يقول لك لا يا جماعه اصل النادي الاهلي يعني لا بيعمل حاجات غلط. هو ده كلام يا جماعه؟ ما خلينا نتكلم بمنطقيه وموضوعيه عشان الناس تفهم الكلام وتسمع الكلام وتقعد تتفرج على كل الناس. لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر اعتقد ان انا عندي مشكله كبيره جدا مع اللي بيحصل في الاستوديوهات التحليليه خلال الفتره الاخيره. لو سمحتم من فضلكم اتكلموا بالموضوعيه وبالمنطق بعيدا عن اي شيء اخر، بعيدا عن اي امور خاصه. على فكرة اللي بيعمل لك أكبر نسبة مشاهدة هو جمهور النادي الأهلي، اللي بيعمل أي برنامج في أي حتة في أي حاجة هو جمهور النادي الأهلي، وأنتوا عارفين وأنا عارف، كل الناس عارفة هذا الأمر، كل الناس عارفة هذا الأمر. فليه حضراتكم بتحاولوا تخسروا جمهور النادي الأهلي؟ صدقوني صدقوني صعب جدا الكلام اللي بيتقال ده، لما تقعدوا تتفرج لا تشوف كلام غير منطقي الحقيقة وغير موضوعي، وهو ده الأهم بالنسبة لي. إن أنت لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي بتتكلم بمنتهى، بتنتقد بشدة جدا جدا جدا، ولما تيجي تتكلم على أندية أخرى يقول لك أصل أصل فيه، أصل لسه، أصل بيجرب، أصل بيعمل، أصل كذا، ويلا وهلم جر. وهذا الكلام عاري تماما من الصحة. الكل يعلم أن هناك مشاكل في بعض الأندية الأخرى ومحدش بيتكلم عنها، الكل يعلم أن هناك أمور ما تخصنيش الحقيقه، ولكن انا اللي يخصني ان انا لما حد يجي يتكلم عن النادي الاهلي لو سمحتوا اتكلموا كويس، ومن فضلكم ادوا النادي الاهلي وادوا جهازه الفني واللاعبين حقهم، بس كده انا مش عايز اكتر من كده، لانه الموضوع صعب جدا. لانه لما تيجي تتكلم على الجانب الاخر هتتكلم على الجانب الايجابي يعني اللي ما حدش بيقوله ولا بيتكلم فيه. التجربه ابرزت عناصر مهمه جدا تقدر تلعب بيها. تخيل حضراتكم ان انا سمعت سؤال مش في قناة تلفزيونية يعني، لكن سمعته وأنا ماشي في العربية، إن بيتقال إيه؟ بيتسأل السؤال كده، والله بيتسأل السؤال كده، هو النادي الأهلي ممكن يلعب كام واحد من الناشئين دول بعد كده؟ تخيل مش مثلا إن النادي الأهلي المدير الفني اتحط قدامه قماشة كبيرة جدا من 20 لاعب يقدر ياخد منهم 1 2 3 4 5. ما هو خلي بال حضراتكم طريقة السؤال، ما هي طريقة السؤال هي واحدة على فكرة، اللي انا بقوله ده زي اللي كان السؤال اللي بيتسال ان كم واحد من دول يقدر يلعب في الفريق الاول في النادي الاهلي. ما هو بيلعب فين دلوقتي؟ هو كان بيلعب ضد الجونه في فريق تاني غير النادي الاهلي؟ هو كان بيلعب في الاسماعيلي ضد الاسماعيلي في فريق تاني غير النادي الاهلي غير الفريق الاول؟ كلام يخليك تبقى الحقيقه واقف متضايق جدا وزعلان جدا، او بتسمع الراديو او بتسمع التلفزيون بتبقى زعلان جدا جدا من الكلام اللي بيتقال. لانه زي ما بقول لحضرتك ممكن تسال السؤال كده ان كم واحد من دول هيبقى هيلعب في النادي الاهلي، وممكن تسال السؤال على الجانب الاخر ان القماشه بقت كبيره جدا قدام المدير الفني يقدر يختار منها زي ما هو عايز 1 2 3 يمكن اقل يمكن اكتر ما اعرفش، لكن كل واحد بيسال بهواء اللي جوه، الهواء الاصفر اوكي، الابيض اوكي، الاحمر اوكي، اي حد بيتكلم
بهواه الحقيقه. وانا بشوف ان ده غير صحيح، غير صحيح، ولا يجب ان يحدث في قنوات عامه، في قنوات عامه. مره تانية علشان ما حدش ياخد من كلامي يقول لك اصل الاسلام بيقول، لا انا بتكلم، ما هو انا لازم، انا طالع اتكلم عن النادي الاهلي على فكره، مش المفروض ان انا اتكلم على حاجه تانية. منتخبنا الوطني طبعا ده اساس، لكن النادي الاهلي برضه اساس. حضراتكم اللي احنا عمالين نسمعه الحقيقه بقى لنا 3 4 ايام او من ساعه جونه والاسماعيلي وبعد كده المقاولين، لما تيجي تتفرج على الجانب الاخر تزعل، تتضايق الحقيقه كمشاهد اهلاوي، ان مش عارف الفريق بتاعك ما بياخدش حقه. ما اعرفش ليه ما بياخدش حقه الحقيقه. يستحق اكتر من كده، يستحق اكتر من كده. يلا ادينا هنشوف الفتره اللي جايه برضو ايه اللي هيحصل في هذه الامور، لانها امور مهمه وصعبه جدا. على الجانب الاخر متواطئ، انا حاجتين مهمين جدا عايز اتكلم فيهم، ماتش كوت ديفوار في دور ال 16 والماتشين بتوع السنغال. الاول احنا هنلعب كوت ديفوار، واتعملت بعض الكوميكس وبعض البتاع، انا واحد من الناس اللي دايما لما باجي اتكلم ممكن انتقد شكل فني، انتقد كذا انتقد كذا، ولكن دائما بتجد هذا البرنامج وكل هذه القناه والنادي، كل العالم، كل الناس في مصر هنا، يجب ان تقف خلف منتخبنا الوطني، يجب ان تقف خلف منتخبنا الوطني. والكلام ده انا مش بقوله خلاص معنى كده ان انا ما انتقدش، لا انتقد واقول، لكن في النهايه انا بنتقد عشان اقف ورا منتخبنا الوطني، مش بنتقد لان انا بضحك على الناس. او زي ما سمعتوا الحقيقه برضو اليومين 3 اللي فاتوا، الواحد سمع كلام كتير جدا فيما يخص هذا الامر، ان الناس والحقيقه تصدى لموضوع الكوميكس والتريقه اللي بيتريقها البعض، في بعض النجوم الكبار تصدوا لهذا الامر، وانا الحقيقه بحاول ان انا اتصدى للامر ده بقى لنا 3 4 اسابيع تحديدا، ان يا جماعه ما ينفعش. هو مصر دي ما تقدرش تكسب كوت ديفوار؟ اقدر اكسب كوت ديفوار، واقدر اكسب السنغال، واقدر اعمل اصل لكاس العالم، واقدر اخد البطوله دي. ايوه اقدر. بمجموعه اللعيبه دي؟ ايوه بمجموعه اللعيبه دي، بكارلوس كيروش، بكارلوس كيروش. بس يبقى يعني النهارده قبل ما اخش وانا بقرا سمعت ان هو، او قريت خبرين ثلاثه بيقول ان هو بيفكر في ان هو يلعب باحمد سيد زيزو. ايوه هو ده الكلام، العب باحمد سيد زيزو يا اخي. يا اسلام انت بتتكلم عن احمد سيد زيزو بتاع الزمالك؟ ايوه بتاع مصر، مش بتاع الزمالك ولا الاهلي. ما بفكرش في هذا الامر دلوقتي، ولكن انا بفكر في مصر، في بلدي. المباراه اللي جايه يوم الاربعاء، مين اللي يكسب؟ انا عايز مصر تصل لدور الثمانيه. هل نقدر؟ نقدر. منتخب الإيفواري منتخب قوي، منتخب سريع، منتخب عنده، ولكن عنده نقاط ضعف هنسمعها النهاردة، نقاط ضعف واضحة جدا لكل الناس. فليه لا يعني نكسب منتخب الكوت ديفوار؟ وأنا بقول لحضراتكم إن شاء الله لو ربنا كرمنا وقدرنا نكسب، لأنه خلي بالكم إيكول يعني تعادل ما بين مصر وكوت ديفوار 50-50، ما تقدرش تقول مين 60 ومين 40، لا تقدر تقول 50-50، ان منتخبنا انت عندك افضل لعيب في العالم، عندك مجموعه رائعه من اللاعبين، يجرب يلعب بلعيبه تانية مثلا غير عمر مرموش، ممكن يلعب بتريزيجيه، يلعب برمضان صبحي، يلعب باي حد تاني غير مرموش اللي بقاله 3 ماتشات بيلعب وما لم يؤدي بشكل جيد. احمد سيد زيزو اللي احنا كل مصر بتطالب بيه، كل مصر بتطالب ان هو يبقى موجود في المباراه اللي جايه، يلعب المباراه اللي جايه. لو لعب كده ولعب حمدي وبالسوليه هتبقى الامور افضل بكتير جدا من الشكل اللي احنا شايفينه، لكن في النهايه هو اللي بيقرر وهو اللي بيكسب بالمناسبه، ووصلنا لدور ال 16 مع انه ده الطبيعي. فمنتخب مصر لا قادر على ان انا اكسب كوت ديفوار. الهزار والضحك وان واحد يطلع يتريق على منتخبنا الوطني بشكل او باخر، احنا لا نقبل بهذا الشكل، لكن انتقد زي ما انت عايز، انتقد ان هو يا عم احنا تعبنا من المدير الفني وقلنا ان هو لازم يلعب بكذا، انتقد الاداء الفني اللي في الملعب، اللي قدامك في الملعب، لكن ان انت تقول او تتكلم او تضحك زي ما بيقولوا حبايبنا، بتضحك الناس على فريقك او على جهازك، لا يصح هذا الكلام برضو. لكن انتقد، انتقد وبشده زي ما انت عايز، انتقد فني. هو ده الكلام اللي احنا عايزينه. هلاعب السنغال، الناس قالت لك السنغال، ايوه هلاعب السنغال واروح اكسب السنغال في السنغال كمان. انت متفائل؟ ايوه انا متفائل وهفضل ورا فريقي ومش هبعد عن فريقي وهفضل اشجع فريق منتخب بلدي، لانه في النهايه
انا نفسي اشوف منتخب بلدي في كاس العالم 24 ولا 23 في قطر. مصر هتلاعب السنغال، محمد صلاح وساديو ماني، دي الصوره اللي امام حضرتك. هل هنقدر نكسب؟ ايوه هنقدر نكسب، ليه لا؟ ايه يعني اللي يمنع منتخبنا الوطني من ان هو ما يكسبش؟ واحد من افضل حراس المرمى في افريقيا، مش كلامي ده كلام في الكاف اللي اختار محمد الشناوي كافضل حارس مرمى في دور المجموعات. يا عم الكاف ده اهلاوي اصله، الكاف ده اصله بيشجع الاهلي. اه والله في ناس بتقول لي كده اقسم بالله. يعني وعمرو السولية احسن اسيست بالمناسبه يعني، لكن في ناس تقول لك ايه يا عم دول بيشجع، اصل دول لسه عايشين في ايام الكلام اللي كان بيتقال في موضوع نادي القرن ومصطفى مراد، الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده اللي هو بيتكرر كل مره، يقول لك اصله اهلاوي ايه بس يا جماعه. والله بجد الواحد تعب وزهقنا من الرد ده، ما بنحبش نرد على الكلام ده يعني. لكن ماشي، ادي الشناوي اللي بيقول لك اه عادي واه بتاع، اهو الشناوي اهو، مش انا اللي بقول، الكاف اللي بيقول اللي هو افضل واحد، افضل حارس في دور المجموعات، ان شاء الله يبقى الافضل في اللي جاي وفي اللي بعده وفي اللي بعده، ان شاء الله يبقى افضل حارس في كاس العالم للانديه ان شاء الله لما يروح يلعب ان شاء الله يعني، لو ليه نصيب وليه لا ما يبقاش افضل حارس في العالم، ليه لا؟ احنا كاهلاويه بنقدر عايزين، ليه لا؟ افضل نادي في العالم، ليه لا؟ احنا 24 وريال مدريد 26، ربنا يكرمنا بالبطوله اللي جايه ونشوف ايه اللي هيحصل. احنا 24 وريال مدريد 26. انت بتقول ايوه بقول ريال مدريد، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، هنتكلم عن مين؟ بعيد، الباقي بعيد قوي. هو ريال مدريد اللي فوقينا 26 واحنا 24 بطوله. هتقدر؟ اه هقدر، وهحاول اعدي ريال مدريد واحاول اكسب البطولات اللي جايه ان شاء الله، ليه لا؟ هو ده النادي الاهلي مثلا واحنا بنتكلم، ولكن على الجانب الاخر منتخبنا هنقدر ان شاء الله نكسب. اه هنقدر نكسب، مش بالدراع ولا بالكلام الكتير ولا بالشعارات ولا بالكلام ده كله اطلاقا. احنا عندنا منتخب قوي جدا، في واحد من احسن لعيبه العالم، احسن ثلاث لعيبه في العالم. عندنا منتخب قوي، دفاع قوي، خط حارس مرمى قوي، خط وسط قوي، تقدر تعدي وتقدر تكسب اي منتخب. لا مش تقدر تكسب يعني ايكوال 50 50 مع كل المنتخبات اللي هم اعلى منك، يعني اعلى منك في التصنيف، السنغال اعلى منك في التصنيف، فلا انت ايكوال مع السنغال وايكوال مع كوت ديفوار، متعادل في 50 50. فمن فضل حضراتكم مش عايزين النغمه التشاؤميه، بالعكس عجبني جدا على الرغم من ان هو زعل ناس، لكن انا عجبني جدا حفيظ الدراجي. حفيظ الدراجي هو بيعلق على مباراه الجزائر اللي اتغلبوا فيها 3-1، كانوا ممكن يتغلبوا 4 و5 و6، استقبلوهم استقبال الابطال، ده كلام الاستاذ حفيظ على المنتخب الجزائري. طبعا ما ينفعش نستقبل منتخب خسران وخارج من البطوله، ولكن هو بيعلي الروح المعنويه لما هو قادم، بيعلي الروح المعنويه لما هو قادم. ده الفارق ما بين المعلق اللي بيقدر اللي بيحب بلده والمعلق اللي ما بيحبش بلده. المعلق اللي بيخش مع اي حد ويقول اي كلام، اي كلام بيقوله واي كذب بيقوله، والمعلق اللي لا حافظ وعارف معلوماته ومتمكن من ادواته ومن معلوماته، هو ده الفرق الكبير جدا. لو حضرتك عايز تشوف معلق ما عندوش فكره ومعلق عنده فكره، انا ما بتكلمش على اسماء، انا بتكلم بشكل عام، ده هنا ايه وده هنا ايه. المعلق اللي ما عندوش فكره ده بيبقى ايه؟ معلق ايه؟ اللي بيقول معلومات مغلوطه وبيحاول ان هو يستفز الناس اللي بتسمعه لو في حد بيسمعه. المعلق الكويس اللي بيقول المعلومات ماسك معلوماته بايديه كويس وبيقول المعلومات بطريقه صحيحه ولا يستفز احد، هو ده المعلق الكويس والمعلق اللي ما عندوش فكره والمعلق الكويس. فارق المهنيه، فارق المهنيه. ففي ناس انت دايما تخش تتفرج توطي التلفزيون، أول لما تسمع فلان تقوم جاي موطي التلفزيون، تسمع علان تعلي التلفزيون. آدي الفارق بيني وبينكم، سيبكم من اللي أنا قلته ده. الفارق إيه؟ مين بيعلي التلفزيون ومين بيوطي التلفزيون؟ بس آدي الموضوع ما بين المعلقين. ففي النهاية منتخبنا يقدر يفوز؟ آه يقدر يفوز على كوت ديفوار.
يقدر يفوز على السنغال؟ ايوه اقدر افوز على السنغال برضه للمره المليون، مش بالكلام ولا بالانعره ولا بالمجرد ان احنا عمالين نقول اي كلام وخلاص، لا، ولكن بالاداء الفني اللي ممكن جدا يتحسن ويبقى افضل من الاداء اللي احنا بنشوفه ده 30 40 50 60% كمان خلال الفتره اللي جايه. خلينا نروح نشوف تقرير في الشارع، راي الجمهور في قرعه تصفيات كاس العالم ومواجهه مصر للسنغال، ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نروح لاخبارنا بقى، اخبار البيت الكبير. اول خبر عندنا النهارده سراج الدين، محمد سراج الدين يمثل الاهلي في المؤتمر الدولي للمنشآت الرياضية بدبي. وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على سفر المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس متحدثا رئيسيا في المؤتمر الدولي للمنشآت الرياضية الذي يقام في الإمارات العربية يوم 26 يناير الجاري. يشارك في هذا المؤتمر أكبر أندية العالم ومن بينها مانشستر سيتي الإنجليزي وموناكو الفرنسي ورابطة الدوريين الأسباني والإماراتي للمحترفين. وتلقى النادي الأهلي الدعوة للحضور المؤتمر وإدراج مشروعات النادي الإنشائية الحالية والمستقبلية ضمن جدول الأعمال وعرض رؤية كاملة عن تاريخ النادي الأهلي ووضعه التسويقي ومشروعات النادي الأهلي الإنشائية في الفروع المختلفة وما قامت به شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية في الفترة الماضية. بالإضافة إلى مشروع استاد النادي الأهلي، يعد هذا المؤتمر أحد المؤتمرات الكبرى الذي يقام سنويا في قارات مختلفة، ونسخة 2022 تستضيفها دبي يوم 26 يناير الجاري في أحد أكبر الملاعب الرياضية، ويتم خلاله عرض تصورات الأندية العالمية لمنشآتها الرياضية وملاعبها سواء الحالية أو التصورات والمشروعات المستقبلية، ويكون ذلك بحضور كبرى الشركات العالمية في مجالات التصميم والإنشاء والتسويق والإدارة للمنشآت الرياضية والملاعب بهدف التواصل بين الأندية والشركات في مجال تنفيذ وتطوير وتسويق الاستادات والمنشآت الرياضية. خبر مهم جدا الحقيقة، لأنه بيوريك النادي الأهلي رايح لفين الفترة اللي جاية، النادي الأهلي هيعمل إيه خلال الفترة اللي جاية، وده من خلال الإنشاءات اللي احنا بنعرضها دائما خلال القناة أو اليوم في القناة بالكامل. أيضا أجرى مسؤول النادي الأهلي على مدار الأيام السابقة اتصالات مكثفة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بسفر الفريق إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية، ويبحث النادي الأهلي مع فيفا آخر ترتيبات الإقامة والمساحات التي ستخضع لها البعثة خلال رحلة الإمارات وقبل السفر وغيرها من ترتيبات كأس العالم للأندية. طيب خلينا بقى ننتقل إلى أخبار منتخبنا الوطني. منتخب الوطني يستأنف تدريباته استعدادا لساحل العاج والونش يواصل التأهيل. إن شاء الله زي ما حضراتكم عارفين كلمنا في هذا الموضوع كتير جدا. يوم الأربع هيبقى دور ال 16 إن شاء الله، هتلعب كوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية. منتخبنا النهارده الساعة 4:30 خاض تدريبه بالكاميرون في ملعب جابوما المخصص للتدريبات، وشارك في هذا المران جميع اللاعبين فيما بدأ اليوم محمود حمدي الونش تدريبات منفردة بالكرة ضمن مرحلة التأهيل. والمنتخب الوطني قد أدى صباح اليوم تدريبا بدنيا في قاعة متخصصة بمقر إقامته، حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين. زي ما حضراتكم عارفين دايما بيكون التمرين اللاعيبة اللي لعبت كتير بتتمرن أقل، واللاعيبة اللي ما لعبتش كتير بتتمرن أكتر، لأنه في النهاية الكل يجب أن يكون جاهز يوم الأربعاء القادم، لأنه طبعا بقى هنسمع احتمالات كتيرة خلال هذه الفترة. يعني احنا مثلا سامعين ان في اتجاه ان هو يلعب بثلاثه في وسط الملعب، حمدي فتحي والسوليه والنني، هما دول الثلاثه اللي يلعبوا في نص الملعب، ولا زيزو ولا عبد الله السعيد اللي هيلعبوا. ممكن جدا يلعب بهذا الشكل على اساس ان هو يعني هذا الثلاثي يقفل كويس في نص الملعب اللي بيتميز بيه الحقيقه المنتخب الايفواري،
لان كمان عبد الله وهو خارج الماتش اللي فات شاط شوطه كده يعني شاط ازازه الميه بتحصل الحقيقه، لكن الراجل برضو زعلان منه شويه لان كروس ما عندوش الكلام ده. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. هو لو شايف ان هذا الثلاثي اللي بقول لكم عليه حمدي فتحي والسوليه والنني هم الافضل هيلعب بهذا الثلاثي لانهم ممكن يقفلوا اكتر الحقيقه في وسط الملعب. زي ما قلت لحضراتكم في ناس كتيره جدا وانت بتتفرج على المنتخب كوت ديفوار يقول لك ده منتخب قوي، ده كسب الجزائر قوي. طبعا محدش يقدر يقول غير كده، ولكن هل المنتخبات القويه لا يوجد فيها؟ ده بايرن ميونخ السنه اللي فاتت كان كريم سعيد واحمد ثابت كانوا بيشرحوا نقاط الضعف بتاعته، فما بالك يعني اكيد كوت ديفوار عنده نقاط ضعف الحقيقه، واتكلم عنها الحقيقه ايضا كارلوس كيروش اللي طالب لاعبيه باستغلال ثغره كونان. وزي ما قلت لحضراتكم بعض الثغرات، يعني كونان ده اللي بيلعب باك شمال في منتخب الافيال ونادي فرنسي الحقيقه بيجيد الدور الهجومي بشكل جيد جدا، ولكن على الجانب الاخر على الناحيه الدفاعيه خلي بال حضرتك مين اللي بيلعب الناحيه دي؟ المفروض محمد صلاح، وبالتالي هيبقى عينه على محمد صلاح، ولكن الواجب الهجومي بتاعه دائما ما يطغى على الواجب الدفاعي، فهيبقى عندنا ان شاء الله مساحه جيده نقدر نستغلها في هذا المكان. برضه هناك بعض الاخبار ان هو ممكن يدفع جدا باحمد سيد زيزو او حمدي فتحي، واحد من الاثنين دول هو اللي يكون اقرب ليكون ثالث في وسط الملعب بعيدا عن عبد الله السعيد الذي ما اداش بشكل جيد خلال المباراتين السابقتين الحقيقه. وبالتالي خلينا نشوف ونقف دايما ورا منتخبنا ونشوف ايه اللي هيحصل خلال المباراه القادمه يوم الاربعاء القادم. الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف استقر على الحكم الكونغولي جان جاك نادالا لاداره مباراه منتخبنا الوطني ضد منتخب كوت ديفوار في دور ال 16 لبطوله كاس الامم الافريقيه في المباراه المقرر اقامتها ان شاء الله يوم الاربعاء على ملعب جابوما في مدينه دوالا. المصري النجم الكبير محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي ومنتخبنا الوطني تصدر قائمه اغلى 14 لاعبا في قائمة الفراعنة والأفيال ب 100 مليون يورو، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين المنتخبين في دور ال 16. بوركينا الحقيقة منذ قليل بيتأهل لدور ربع النهائي أمم إفريقيا على حساب الجابون، وعلى الجانب الآخر أيضا تأهل المنتخب التونسي وفاز على المنتخب النيجيري الحقيقة بهدف مقابل لا شيء، ويتأهل أيضا للدور الربع النهائي وهيلاعب بوركينا ان شاء الله. المنتخب التونسي هيلاعب المنتخب البوركينافي في الدور الربع النهائي، وان شاء الله يستطيع منتخب تونس ان يتأهل ويصل الى المباراه النهائيه ضد منتخب مصر. طبعا انا ما اعرفش هما الاثنين في طريق بعض ولا لا. طيب حرص احمد حسن كوكا ايضا مهاجم نادي قونيا سبور التركي على الاحتفال بوصوله الى 100 هدف سجلها خلال مسيرته مع الانديه الذي لعب لها، ونشر صوره يرتدي خلالها بدله وخلف قمصان الانديه التي لعب لها، وعلق بعباره 100 هدف، الرحله ما زالت تبدا والهدف على تسجيل 200 هدف الحمد لله خلال هذه الفتره. محمد مجدي قفشة وطارق حامد بيجتمعان الحقيقه برعايه عماد متعب. شارك النجم النادي الاهلي قفشة متابعيه على موقع انستجرام بصوره تجمعه مع عماد متعب نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني السابق، والذي يبدو انه جمعه بلقاء لاعب نادي الزمالك طارق حامد ليظهر الثلاثي في صوره واحده عبر خاصيه ستوري قفشة على انستجرام. يعني ستوري قفشه حط فيه صورته هو وكابتن عماد متعب وطارق حامد امام حضراتكم. طيب وبالمناسبه طارق حامد الحقيقه كان من اوائل الناس اللي دعمت اكرم توفيق بعد اصابته الاخيره، واذا كنت عايز تتعلم باب الاحترام وانه لا يوجد فوارق ما بين الانديه الكبيره النادي الاهلي ونادي الزمالك، بص رئيس النادي الاهلي او بلاش اقول رئيس النادي الاهلي لانه في النهايه هو اسطوره كره القدم المصريه الكابتن محمود الخطيب، زار النجم الكبير واحد اهم النجوم الكبار اللي موجودين في نادي الزمالك
رمز من رموز نادي الزمالك الكابتن اشرف قاسم. الكابتن خطيب اليوم ده الحقيقه عمل زيارتين مهمين جدا جدا جدا. الزياره الاولى كانت للنجم الكبير كابتن مؤمن زكريا، وبعد كده راح لكابتن اشرف قاسم زميله في الجيل بتاعه وصديقه وحاجات كتيره جدا جدا الحقيقه. ومن خلال هذه الزياره حرص الكابتن محمود الخطيب، وطبعا ده كان البيان الصادر من النادي الاهلي على زياره الكابتن اشرف قاسم نجم مصر والزمالك السابق للاطمئنان عليه، وبقيه البيان امام حضراتكم. وبعد الظروف الصحيه طبعا اللي يمر بها الكابتن اشرف قاسم نجم الزمالك، وكشفت عنها وسائل الاعلام مؤخرا خلال الزياره التي قام بها كابتن خطيب لنجم الزمالك صاحب الخلق الرفيع، عبر الكابتن محمود الخطيب عن دعم النادي الاهلي ومجلس ادارته وكل قطاعاته للكابتن اشرف قاسم، وتمنى له سرعه الشفاء واستعاده عافيته ليعود لممارسه اعماله. هو ده كابتن محمود الخطيب، وهو ده اللي بنتعلمه من رئيس النادي الاهلي واسطوره كره القدم، انه لا يوجد فارق ما بين نجمين كبيرين. الحقيقه كابتن محمود راح للكابتن اشرف في البيت، وكابتن اشرف كشف عن المكالمه اللي كانت ما بينه وما بين الكابتن محمود، وقال ان هو الكابتن خطيب قال له انت فين؟ قال له انا نازل ازور، قال له لا اقعد ما تتحركش لغايه لما اجي لك عشان اشوفك، انت وحشني وعايز اشوفك وعايز اطمن عليك. كابتن خطيب راح له وهو ممثلا لكل اهلاوي محترم الحقيقه في هذا اللي بيعمله كابتن خطيب. الحقيقه كلنا بنتعلم منه، وكلنا يجب ان احنا نتعلم منه ونفهم هو ليه كابتن خطيب بيعمل هذا الكلام. قبلها الحقيقه كان عند النجم الكبير مؤمن زكريا اللي دايما الحقيقه بيسنده سواء بتليفونات او ان هو يزوره، ومؤمن زكريا برضه ان شاء الله يكون في انجلترا خلال هذه الايام، ان شاء الله يرجع بالف الف سلامه، ويكون الجميع الاهلاويه مستنيين مؤمن زكريا ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير من الشارع الحقيقه من جمهور كابتن اشرف قاسم، وهو بيوجه رساله للكابتن اشرف قاسم من خلال قناه النادي الاهلي. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل النجمين الكبيرين كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي في ضيافه البيت الكبير، نتكلم معاهم عن النواحي الفنيه الخاصه بكاس الامم الافريقيه ومباراه يوم الاربعاء القادم اللي هنفضل نتكلم عليها خلال الثلاث ايام اللي جايه، كل المسانده وكل الدعم لمنتخبنا الوطني. نطلع نشوف هذا التقرير من الشارع الحقيقه، جماهير توجه رساله للكابتن اشرف قاسم، ونرجع فاصل، وبعد الفاصل كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي. لو احنا اتكلمنا عن الكابتن اشرف قاسم هنتكلم عن الاخلاق. هو راجل كان اخلاق، كان راجل مساك كويس، وكان لاعب كويس ومحترم. اولا احنا من النادي الاهلي بنتمنى لك السلامه، وربنا يشفيك ويعافيك وترجع تاني احسن من الاول. اشرف كان من اللعيبه الواحد بيحترمهم جدا جدا، خلق وفن وكل حاجه، فبتمنى له كل الشفاء العاجل ان شاء الله، ويقوم لنا بالسلامه ويقوم لاعماله بخير باذن الله. كلنا مستنيين نقوم بسلامة إن شاء الله، وبنتمنى كلنا بندعي له كل الدنيا بتاعته. نحب نوجه له يعني أفضل الأمنيات بالشفاء العاجل إن شاء الله بإذن الله، وشد حيلك كابتن، وإن شاء الله يعني فترة تعدي على خير، ونتمنى لك الشفاء العاجل بإذن واحد أحد. يا رب يشفيه ويعافيه يا رب، وربنا يا رب كده يعني مش قادر أقول غير إن أنا زعلان عليه، لأنه راجل هو برنس الكرة المصرية، يعني أشرف قاسم من برنس الكرة المصرية، معروف بحبه لنادي الزمالك، واحنا من جمهور النادي الاهلي بنحييه كله، وبنربي يا رب يشفيه ويعافيه. كابتن اشرف قاسم برنس الكره المصريه، بقول له ربنا يشفيك يا رب كده ويقومك بالسلامه ويجعله في ميزان حسناتك. كابتن محمود الخطيب اعتقد راح له امبارح او اول امبارح، فباذن الله خير، ومعلش يصبر، واحنا كلنا بنحبه. احنا بندعي لك يا كابتن اشرف، انت من اللعيبه اللي مثلت مصر وخدمت البلد كتير، وان شاء الله. وبعدين انت على خلق وفيك كل حاجه، ومفيش حد ما بيحبكش اهلاوي ولا زملكاوي. كابتن اشرف قاسم اتمنى ليه سلامه باذن الله،
وربنا يشفيه من اللي هو فيه ويذيع عنه المرض باذن الله. والف سلامه يا كابتن اشرف، كنت نجم من نجوم، مش هقول لك نادي الزمالك، من نجوم مصر، وربنا يديك السلامه باذن الله. ونتمنى جمهور الاهلي والنادي الاهلي كله يتمنى لك السلامه باذن الله. كابتن اشرف، انت صخره دفاع المنتخب، ويعني في الجيل الذهبي بتاع نادي الزمالك، واحسن لاعب دفاع الواحد شافه بصراحه في الوقت بتاعه، يعني في وقتك، وربنا يديك الصحه ويقومك بالسلامه. اقول لك كابتن اشرف الف سلامه عليك، وترجع للحياه العاديه ان شاء الله قريب، لان اشرف قاسم لاعب الخلوق، لاعب مصر بدون الوان، هو لعيب له بصمة وله كيانه وله تاريخه. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن شريف؟ ازيك يا كابتن؟ شرف ومنور. الحمد لله، انت اللي منور. ليك ايضا النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. ازيك يا كابتن اسامه؟ اهلا بيك يا كابتن. شرف ومنور يا كابتن اسامه. انت منور ربنا يخليك. كابتن شريف، خليني الاول اسالك عن مباراه الاهلي والمقاولين، شفت المباراه دي ازاي؟ الاهلي والمقاولين في الرابطه طبعا، ثالث مباراه بيلعبها بيتسو موسيماني او يقرر الدفع بها بالناشئين، ايه رايك في كل هذه الامور؟ والله هقول لك على حاجه، حسيت ان الولاد استفادوا من المباراتين اللي قبليهم. حسيت ان بقوا واقفين على حيلهم، واقفين على رجليهم، الهدوء بقى مواكب ثقه في الاداء. لعيبه كانت محتاجه فعلا الثقه اللي هي من الجهاز الفني ليهم. ايوه، ان هم يحاولوا يثبتوا ان هم لعيبه قد المسؤوليه، ويقدروا في السن اللي هم فيه ده يقدروا يشاركوا اذا كان هنا او في الفريق الكبير. والنظره دايما للعيبه كده بتقول لك عندك فرصه، عندك فرصه كبيره قوي، الدنيا كلها بتشوفك. الدنيا كلها عايز تعرف عليك. حط كل الامكانيات اللي عندك، خلي عندك شخصيه التيشيرت الاحمر اللي انت بتلعب بيه. هو ده اللي بيأمله الجهاز الفني في اللعيبه دي. واللي بينجح على سبيل المثال، مثلا في لعيبه كتير قوي، انا كان عاجبني الباك ليفت مثلا محمد اشرف. كلهم كويسين قوي. يعني حتى الغايبين، حتى نصير، حتى اللي تعاروا منهم، حتى اللي موجودين، طارق زياد طارق. اللي جاب الهدف وتعلم النهارده ازاي يخش في العمق ويستقبل اي حاجه من الاطراف. ففي ثقه كبيره جدا اتوجدت في الملعب. اسلوب الضغط على الخصم كمان، بقالي كتير قوي ما شفتش فرقه بتضغط كلاعيبه كلها مع بعض وحده واحده، بجزئيه الاطراف، بجزئيه نص الملعب، موجودين في كل حته في الملعب. ما عنديش اختراقات ليهم سهله. حسيت ان الخبرات اللي موجوده والسن الاكبر والتجانس، وكان المفروض بيبقى في فرقه كبيره اللي هي دايسه رجلها في الدوري. مظبوط. لا، انا حسيت النادي الاهلي ده هو الفرقه الاساسيه، مستوى اول بتاع، اقدر اعتمد عليهم في كل حاجه. باستثناء ان بعض الخبرات لما تبقى موجودين كبلاي ميكر، كحد كان يقدر يقود المجموعه دي بادائه بتعليماته، تحس ان اللعيبه دي مطمئنه. يعني ما فيش هنا يعني تقصير نفسي او تقصير في الروح اللي احنا بندور عليها. ايوه، مع منتخب مصر دلوقتي انا حاسس اللعيبه دي عندها هدف الحقيقه، وبينزلوا يعملوه في الملعب. فمن مباراه لمباراه لمباراه هم كسبانين، واحنا كمان معاهم كسبانين. كابتن اسامه، اعرف وجهه نظرك برضو في هذا الامر. لا طبعا، هي فرصه كبيره جدا للعيبه دي، وقلنا كده اكتر من مره، مش سهل تيجي في وجود اللعيبه الدوليين واللعيبه اللي مستر موسيماني مريحهم او اللي عندهم اصابات بظروف الكورونا. فرصه كبيره جدا 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 انك تلعب 3 4 ماتشات او 5 لما يكملوا ماتشين البنك وسموحه. أيوة. الناس كلها بتشاهدك. فيهم ناس بتلعب على طول 90 دقيقه، وفيهم ناس بتنزل بعض الاجزاء من اللقاء. ده بيتمنى اي حد جديد انه الناس تعرفه وتشوفه. فالحاجه كويسه ان لعيبه كتير منهم ماسكه في الموضوع، في الفرصه،
يعني في اكتر من واحد ظهر بشكل كويس، بدايه من مصطفى شوبير، في الثلاثه بتوع الديفنس محمد شرقيه وعبد الرحمن مانو والمغربي، في ثقه في ادائهم، الباك ليفت زي ما كابتن شريف قال محمد اشرف وفخري، ويعني اكتر من واحد ظهر بصوره كويسه، بالذات الشوط الثاني. الشوط الثاني احسن شوط من وجهه نظري اتلعب من فرقه الاهلي اللي هم الصغيرين دول والمدعمين بس باثنين ثلاثه من الكبار، عن مباراه حتى الاسماعيلي والمباراه الاولى الجونه. في ثقه في الاداء، في عدم خوف، في اصرار، ودي الروح اللي لعيبه الاهلي بتكتسبها سواء في قطاع الناشئين او الفريق الاول. مظبوط. واضحه جدا في كاب اكتر من لقاء فيهم كنا متاخرين، وبنرجع مره مع الاسماعيلي في الدقيقه الاخيره، ومره مع الجونه، وبرده الماتش اللي فات المقاولين تقدم، المقاولين بيلعب بكامل نجومه، ومع ذلك الشوط الثاني انا واحد من الناس توقعت ان ممكن المقاولين كسبان هيضغط علينا اكتر وممكن يربك اللعيبه، لكن بالعكس هم الشوط الثاني عملوه احسن شوط، وبان شخصيتهم وثقتهم بنفسهم. ف يعني حاجه كويسه قوي. وبعدين طبعا سعيد كمان قوي بعمار حمدي، لانه ما كانش واخد فرصه كويسه الماتش اللي فات، حتى كلنا في الاستوديو ادينا له نجم اللقاء مع محمد اشرف اللي هو الباك الشمال. فبرضه دي حاجه كويسه قوي ان واحد زي عمار شارك وابتدى الناس تشوفه انه ممكن يبقى ليه دور كبير مع فرقه الاهلي لما يرجع الدوري وترجع ماتشات كاس العالم. ف يعني تجربه صراحه مفيده بكل يعني بكل الظروف، يعني كان مهم جدا النادي الاهلي يشارك فيها. يعني سعيد باداء اللعيبه، واتمنى ان يعرفوا ان ده كل ده لسه بالقلم الرصاص، يعني مزبوط. مش معنى ان انا لعبت مباراه جيده او مباراتين جيدين ان ده كده خلاص انا بقيت لعيب كبير، او انا لا، لازم ابقى مصمم على الفرصه واثبت للناس في كل لقاء ان انا استاهلها فعلا. تمام. عايز بس اقول لحضراتكم خبر هام جدا، الكاف يدعو الخطيب لحضور نهائي الأمم الإفريقية. تلقى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوة من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحضور نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي تجرى فعالياتها حاليا بالكاميرون، وذلك يوم 6 فبراير المقبل على الملعب الأولمبي بمدينة ياوندي. جاء نص الدعوة كالتالي: عزيزي السيد محمود الخطيب، أتمنى لك ولجميع أحبابك سنة سعيدة وجديدة مليئة بالخير، وبالنيابة عن الكاف وجميع الدول الأعضاء به، نود أن ندعوكم لحضور نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي تجرى حاليا بالكامل. وذلك يوم الأحد 6 فبراير القادم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الكاميرون على الملعب الأولمبي بمدينة ياوندي. وسوف يقوم السيد موسينجو أومومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتواصل مع الإدارة المختصة لتوضيح كافة الأمور الخاصة بدعوتكم، مع تحياتي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. دعوة موجهة لكابتن محمود الخطيب لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية من رئيس الكاف. طبعا بطولة هامة جدا، ومحمود الخطيب كابتن محمود الخطيب طبعا أسطورة من أساطير كرة القدم الإفريقية والمصرية ورئيس النادي الأهلي، وبالتالي يعني بقى معرفش حسب ظروف الكابتن خطيب إيه اللي هيحصل في هذا الأمر، هنشوف بقى هيكون إيه اللي هيحصل خلال الأيام القادمة. كابتن شريف برضو عايز أسألك عن المستوى التحكيمي في كأس الرابطة. والله هقول لك على حاجة، بما في وجود الفار بقت في حالة مساعدة كبيرة جدا، بنرجع نشوف الحالات أصح، بتساعد الحكام كتير قوي، بقت الحكاية في إيد الحكام مساعدين، يعني الحكم مساعد دايما بيمشي اللعبة ويرجع يدي قرار الأوفسايد أو قرار في حاجة الحكم بيساعده فيها في أي حاجة، فبقت الحكايه محوطه في انك انت تاخد ديزيشن بس سريع شويه.
بتقيم حكم عن حكم في تحركاته جوه الملعب، في خبراته، في التعامل مع لعيبه الاهلي. زي ما نسوك ان هم دول فرقه ناشئين بتلعب قدام، لا فرقه كبيره باسم كبير بجماهير بكل حاجه موجوده. الاسماعيلي بجماهيره، كل الفرق جايه بجماهير، محسسين الحكام باهميه البطوله نفسها. النتائج كمان اللي هي غير متوقعه زي بيراميدز والزمالك والجونه، يعني في الحكام مدينهم جرأه وشخصيه اكتر، في مساحات كبيره قوي في القرارات، مش قلقانين من حاجه، زي ما يكون تمرين جيد جدا ليهم كمان، ان هم يبقوا شايفين مواقف جديده بتحصل، شايفين قرارات ما كانتش بتتاخد في الملعب قبل كده، فبقى عندهم جرأه وعندهم شخصيه ان هم يحققوا المستوى اللي هو نفسهم فيه. تمام. كابتن اسامه برضو كان المباراه الاخيره او الثلاث مباريات، خلينا نتكلم على الثلاث مباريات بشكل عام. الثلاث مباريات كانوا مجموعه من الناشئين موجودين، المباراه القادمه بنسبه 90-95% سيكون هناك مجموعه لا مصابه اللي احنا اتكلمنا، سواء كورونا او غير كورونا يبتدوا يرجعوا في المباراه القادمه. هل تفتكر المباراه القادمه كافيه قبل كاس العالم؟ لان ما تعرفش، خلي بالك يعني انت بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم الشكل العام بيقول ايه؟ تونس كسبت النهارده بوركينا ووصلوا لدور هيلعبوا بوركينا، انا اسف النهارده كسبت نيجيريا، نيجيريا وهتلاعب بوركينا، وبالتالي هتلاعب بوركينا الاقرب مع كره القدم والامم الافريقيه ممكن تلاقي فيها كل حاجه، ولكن الاقرب ان انت تونس هتكسب بوركينا تاريخيا حتى وتصل الى الدور قبل النهائي، وبالتالي انت كده فقدت معلول على الاقل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم لسه مظبوط. مهم طبعا جدا ان اللعيبه اللي هي ما كانتش بتشارك الماتشات اللي فاتت، صحيح الناشئين خدوا فرصه كويسه، لكن برضو اللعيبه اللي هي قاعده مريحه سواء بقى بسبب اصابات او كانوا بيتمرنوا بس، طبعا محتاجين ماتشات قبل بطوله العالم للانديه. يعني بتتكلم على رامي ربيع، حسين الشحات، ياسر ابراهيم، بيرسيتا، وكل دول محتاجين، طاهر، انا مش عايز انسى حد، بس انا اقصد كل المجموعه دي محتاجه تشارك طبعا. فمهم جدا الماتش الجاي يلعبوا حتى لو اجزاء منه، مش ضروري يلعبوا كل المباراه. وفي هتبقى في كمان مباراه اللي هي بتاعت سموحه، هي سموحه اخر سموحه مباراة. لا في البنك الاهلي، ما هو في ماتشين، احنا لعبنا ثلاثه، احنا ناقصنا ماتشين، احنا لعبنا جونة، اسماعيلي والمقاولين، ناقصنا البنك وسموحه، سموحه والبنك، ف ماتشين لازم لازم يشاركوا على الاقل اجزاء، يعني حتى لو حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم اهو طبعا طبعا انت متوقع يعني طبعا ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل، صحيح قدر الله، احنا نتمنى طبعا ان تونس تصل، لكن انا اقصد برضو ان 90% 95% تونس الاقرب، وبالتالي ان هي تصل الدور قبل النهائي، والدور قبل النهائي ده يوم اثنين مظبوط، هيلعب مباراه يوم اثنين في الكاميرون. فانت هتفقد بعض اللاعبين، ولسه نتمنى منتخب مصر كمان يكمل، وتبقى فرصه اذا مالي مع ديانج برضو تبقى في فرصه ماشي، لكن كمان في كورونا، ده كمان دي مشكله، الكورونا صحيح، يعني الكورونا كمان بتفاجئك بلاعيبه انت مش متوقع ومش عامل حسابك ان ممكن يجي لهم وبيجي لهم. فانت لازم تجهز كل اللعيبه او اكبر عدد من اللعيبه. فمهم جدا زي ما انت قلت يا اسلام انه يلعبوا الماتشين الجايين على الاقل اجزاء من المباراه، لان المباريات الرسميه برضو غير الوديه اللي هي يعني الخفيفه دي، يعني مباراه كاس الرابطه تحس ان مباراه رسميه فيها حكام رسميين وفار وشكل المباراه، فمهم جدا. واتمنى لهم بقى ما حدش يعني نتمنى ما حدش يجي له اصابه لا قدر الله، الكورونا كل شويه بتفاجئنا، يعني الماتش اللي فات كان في خليفه اللي هو المساك كان عاجبنا جدا، الماتش اللي فات ما لعبش قال لك كورونا لعب مكانه شرقيه برده كان كويس، لكن هو بقول لك فجاه واحد بيجي له حتى في الصغيرين يعني فالكورونا مش سايبه حد يعني، فلازم كل اللعيبه تجهز، فعشان كده مهم جدا ان يلعبوا طبعا الماتشين الجايين. طيب كابتن شريف، برضو مفاجآت كثيره بتشهدها كاس الرابطه، ايه رايك في كل المفاجآت بشكل عام يعني؟ والله هقول لك، في ناس بتاخد مأخذ جد وناس عندها هدف من البطوله دي، وفي ناس سبين تايم بيقولوا يعني بتأدي وقت وبتضيع وقت ومش مقتنعه بالبطوله نفسها. وفي لعيبه
عايز تلعب ولعيبه عايزه يبقى لها وجود، عايزه تبقى جاهزه يبقى لها دور مع ناديها. لا ومع نفسه. مع نفسه صح. يعني انا كلاعب بيبقى ليا دور مع نفسي. صح. ليا دور للانديه كلها دلوقتي بقت في الفتره اللي احنا فيها، ممكن تلاقي انتقالات كمان خدت بالك، لعيب يبقى عايز يثبت نفسه ان هو جدير انه يكون في الاربع اوائل، اول فرق في الاربعه الاوائل اللي هم بيبقوا بينافسوا دايما، ان اي حد يقول له اتفضل، اي حد يقول له انت مكانك هنا، اي حد. ففي لعيبه كتير قوي حست كمان انها ما راحتش المنتخب كويس، فما مش في دماغها بقى العلاج ان هو انا العب في دوره زي دي، او لا انا مستني الشكل اللي جاي بتاع المنتخبات بتاع كاس العالم. ان واضح ان الاتجاه في الحته دي قدام السنغال ان شاء الله توفيق. فانقسمت الامور يا اسلام بين اللعيبه، بين المفاهيم بتاعت اللعيبه في البطوله دي. الاداء على القد، فرقه بتلعب عايزه تخرج من غير اصابات، مش فارقه معاها النتيجه، يطلع 0-0 مش فارقه، يطلع بتاع يقول انا اكسب الماتش الجاي انا اعمل. ولكن في لعيبه ثانيه واخده الحكايه بحماس وبروح وكان من ده، وبتترجم بتترجم لاهداف، بتترجم لفوز. فرقه زي بيراميدز بتتغير 3 ماتشات، يعني بلعب في الماتش كسبان 1-0 خلاص انا هكسب، مفيش كده في الكوره. الكوره بقت بالعكس، هي يعني بطوله اقرب للبطوله الرسميه الحقيقه. لا يعني انا بستفيد، ازاي هستفيد بالظبط، ازاي هستفيد بقى كل واحد زي ما قال اسامه، حرام حد يتعور. يعني في ناس بتتعور، عندي حسام حسن متعور، وعندي محمد محمود، محمد محمود اللي انا دايما كنت ببقى معاك كنت بديله رساله تسهل على نفسه الكوره شويه عشان الدنيا تمشي معاه، ما يبقاش بيعمل كل حاجه في كوره واحده، او وبيحاول يثبت ان هو قادر وبيحاول يثبت. فدي هي دي ميزه البطوله دي وعيوب البطوله دي. اوكي. فانما ميزاتها اكبر بالنسبه للعيبه. اللعيبه بقى اللي هي بيحصل لها اخفاقات او بيحصل لها بتحس بطعم الهزيمه، او يمكن دي فرق ربنا بيحبهم بيقول لهم ايه، لا يعني خدوا بالكم الحكايه مش سهله. أيوة. الحكايه مش هتلعبوا في اي وقت بشكل معين بمسانده معينه بتاع، فالدنيا هتمشي زي كل مره، مش هتنزل كل ماتش تاخد ضربه جزاء وتبتدي تلعب عليها وتخطف جون كمان والفرق هتبقى خايفه منك. البطوله دي يا اسلام جرأت الفرق كلها. اوكي. حسست الفرق كلها انها لو وصلت لمنطقه جزاء الخصم هيبقى لها وجود. اوكي. وهيبقى لها اسم. المحله برضو يكسب الزمالك 3-0 ده برضو نتيجه كبيره جدا. فرقتنا ما شاء الله اللي هي صغيرين اتعلموا يوصلوا لمنطقه الجزاء. جابوا جول، وجابوا جول تاني واتلغى ضربه جزاء، وجابوا ضربه جزاء، وضيعوا ضربه جزاء، وجابوا شكل استحواذ كمان. كل ما تلعبوا اي فرقه يقول لك الاستحواذ 52-48 55-45 لمصالح الفرقه. ففي فرق كانت محتاجه البطوله دي. نعم. في فرق كانت لعيبه كانت محتاجه تثبت قدام الناس انها بتلعب، فلما تتفوق على الكبير كمان بتاخد ثقه كبيره جدا. صح. وبتبقى من مكسب لمكسب، وحتى لو كسبت وتعادلت الماتش اللي بعده زي الاسماعيلي كده مثلا ليه شكل في الدوره، هذه البطوله عامل شكل كويس، عنده هدف. عنده هدف ان هو يبقى موجود. ايوه. بص ادام بتوصل ل 18 زي الكره دي، هذه كره مثلا دي كانت رايحه جون لوحدها، دي كانت رايحه لوحدها. حاولت اكمل اكلم، هو بيحطها في الجون ولا بيرفعها؟ هاتها كده يا سمير لو سمحت من الاول. انقسمنا كلنا، انا ما فهمتش. هي فعلا فعلا محيره يعني، لو طالما بيرفعها يبقى يحطها في الجون. انا ما اقدرش صحيح لان صح؟ بس هي الغريب ان راحت يعني بالعرض قوي. شكله عاملها بالعرض يعني. انا اقصد ان هو كان حطها في الجون احسن طبعا. نظري يعني طبعا. هو حس ان بعد سن. لا هو كان احنا بنتكلم يعني، لكن انت تقول لنا هو كان بيقع يا اسامه كمان. يعني دقه ان هو يعملها. لا انا اقصد ان في الاخر الشيب اللي انت نفسك فيه ده علت يعني. الترقيصه دي حلوه قوي، الترقيصه دي حلوه قوي. الجون قفل عليه الزاويه يا اسلام. بص لا هي بعدت عنه شويه، هي بعدت عنه شويه. انا عايز اوريك هنا هو ليه عمل كده. انا لقيت الجون فجاه بقى في وشه. بص الحارس المرمى، بص هو علاها وقع معاها هو. خدت بالك؟ فراحت راحت اسلم. لا هو بيلعبها بالعرض طبعا. هو بيلعبها بالعرض. فراحت اسلم اصل هي بينها وبين العارضه 2-3 يارده، فلو حطها في الجون كان معرفش. طبعا هو الاصح طبعا يحطها في الجون زي ما انت قلت يا اسلام. او كان خدها بوش رجله قويه يعني بقى. انا بس عشان وانا بتفرج عليها حتى يوم المباراه قلت ايه يعني، هل قالوا احنا
هو الوحيد كلمته والله ما يعني هو الوحيد معاه السر بتاعها يعني. لا لا بس هو صح زي ما انت بتلعبها في الجون زي ما اسلام قال هو الصح انه يحطها في الجون الافضل يعني ماشي بس يحطها برضو يحاول وهو بقى وحظه بقى جت جت زي ما تيجي ما هي يعني لكن اتعملت كويس برضو يعني سعيد غريب رجعها كويس تحس انه هو بيلعبها انه لعبها له برضو لعبها الواحد فيها نفس الشكل يعني عشان كده بقول لك ورايحه له ايه رايحه له يعني في المكان اللي هو رايح فيه ان هو حاططها في المنطقه دي عشان يقدر سيد غريب يعملها ايوه فا اهو دي فرصه جات له النهارده خدت بالك هتجيله ان شاء الله تاني وتالت طبعا وهيتصرف فيها احسن وده الهدف قعدنا نقول محمد اشرف لغايه لما ترجم لنا وكريم زياد حطها رؤيه جميله جدا عمل اوفر حلو قوي بصراحه وكريم قطع كويس وحطها يعني راعي على القائم الاول زياد طارق هو اللي قطع يعني ولد زي ده خدت بالك دريبلر ها وبيحاول يعدي وكره واثنين النهارده بيجيب جول براسه ثقه بقى جديده بس الاوفر يعني حلو الاوفر حلو يا كابتن اسامه طبعا حلو قوي حلو قوي وفاهم بيعمل ايه يعني مش وزياد راح على القائم الاولاني كويس وفخري عملها كويس مش ده فخري برده فخري عملها كويس لاشرف وزياد واشرف لعبها يعني اذا النادي الاهلي في الاخر قبل ما ننتقل لموضوع المنتخب قدر ان هو يستفيد سواء بقطاع ناشئين قوي يستحق الحقيقه كان معايا من كام يوم كابتن خالد بيبو في البيت الكبير هنا واتكلم عن كيفيه الوصول انا الحقيقه كنت قاصد ان احنا نتكلم معاه عن كيفيه الوصول لان انت تلعب بمجموعه من الناشئين بهذا الشكل والمحافظه عليهم ما قبل او السنتين اللي فاتوا كان فيهم ايه فقعد يحكي لنا بقى السنتين اللي فاتوا كان فيهم ايه وان السياسه العامه بيضعها المشرف العام على الكوره كابتن محمود الخطيب وبعد كده بيتم تطبيقها من خلال لجنه التخطيط ومن خلال اللي بتتابع دور رئيس القطاع وهكذا بقى اتكلمنا في كل الامور اللي خلتنا نصل ان احنا نتفرج على فريق بيلعب الجونه عادي بيلعب الاسماعيلي باسم هذا الاسم الكبير والجمهور الكبير وعادي مظبوط بيلعب المقاولين وبيتعادل ويكسر والثقه زادت كمان عشان كده انا قلت الشوط الثاني بتاع المقاولين افضل شوط في الست اشواط اللي اتلعبوا فعلا يعني تحس انه ما كانوش يعني بعد المباراه الاخرى الجونه الاسماعيلي افضل من الجونه المقاولين افضل ايوه يعني واحنا مغلوبين انا راهنت فاكر قلت لهم انا راهنت على الفرقه واحنا مغلوبين اوكي قلت لهم انا براهن ما زلت براهن لو هذا هو الاداء وهذا هو الضغط وده الجري الكتير اللي موجود في الملعب وما بيسيبش مساحات للخصم اللي قدامه نهينا بنلعب مين او نهينا الاسم مين اللي بيلعب قدامهم ايوه فانا كنت متوقع لهم ان شاء الله انه يكون في حاله جيده ومش عايز اقول لك الفرحه اللي كانت في الملعب قدها في الاستوديو طبعا ساعه لما جابوا الجون الثاني بتعملوا يعني انا وغدا وعلى لا بتسيبك من غدا انا بتكلم على الفرحه ليهم هم انا يعني انا فرحت اكني باخد بطوله كنت فرحان للولاد جدا وكل واحد لينا بانتماءاته بقى وبيختار اتنين تلاته لعيبه بيراهن عليهم في الملعب خدت بالك فلما الكوره بتطاوع والكوره بتدي وبنلاقي فرقتك اللي هي الصغيرين في السن دول الناحيه الثانيه بيهددوا فرق كبيره وبيضغطوا عليهم في منطقه الجزاء بتاعتهم فدي حاجه بالنسبه لنا ممتعه يعني وطبعا البطوله دي واضح ان كل فرقه ليها هدف النادي الاهلي واضح مش شرط انه هدفه البطوله رغم ان الناس بتطالب النادي الاهلي بيلعب ماتشات وديه الناس بتطالب ان هي تكسب اللعيبه روحها واضحه ان هي عايزه تكسب بس طبعا بطبيعه انه بيلعبوا مثلا ممكن 9 لعيبه او 10 لعيبه صغيرين مع بعض في فانه يتعادلوا الثلاث ماتشات دي حاجه ايجابيه لكن هو بيحاولوا يكسبوا في الثلاث ماتشات لكن انت كسبت اللعيبه ديت سواء اللي هيستمر معاهم سواء اللي هيروح اعاره ده الهدف بتاع النادي الاهلي في انديه ثانيه ما عندهاش فرصه انا يعني انا برضو بستغربها دي في انديه اخرى يعني بتلعب بكل نجومها وما عندهاش فرصه ان هي تضيف بطوله لناديها اسهل يعني مش اسهل انا اقصد النادي الاهلي بيلعب غياب كتير قوي الزمالك عنده غيابات برضو الباقيين يعني في ناس فرصتهم ان ممكن ياخد بطوله تتكتب في تاريخه يعني يعني الاهداف مفروض مع فرق انك هتطلع اول وبعدين تلعب مباراه قبل النهائي ونهائي تاخد اسمها بطوله في الاخر فبرضه بستغرب انه في بعض الفرق بتفرج عليها ادائها مش أقل مقنع من المتوقع. مش مقنع خالص صح. يعني انجلترا فيها جسر كاس الرابطه الانجليزيه هو لسه كان ارسنال بيلعب الليفل بتضاف على طول طبعا الانديه اللي هي بتبقاش مثلا عارفه تاخد الدوري طبعا
ايه رايك في كاس الامم اليومين دول؟ يعني النهارده شفنا مباراتين، اعتقد مباراتين افضل من المباريات السابقه الدور ده. خلاص بانت بقى ووضحت ان نوك اوت هتحدد شكل الاداء في الملعب. أوكي. شكل الروح في الملعب. التاكتكس والجهاز الفني بقى ده معاده في البطوله دلوقتي. انا ايه عايز ايه من المباراه دي؟ ان انا اطلع سليم، عندي تو اوبشن، اقدر اكسب واقدر اتعادل واقدر العب اكسترا تايم واقدر العب ضربات جزاء. فتقدر تقسم المباراه، تقدر تبقى عندك لعيبه قاعده بره، تقدر يعني انا عندي مثلا هقول لك انا في مصر مثلا، ايوه احنا بنتكلم دايما عن مرموش وعبد الله السعيد والنني كويس، وبنتكلم على رمضان صبحي، وبنتكلم على حمدي فتحي، وبنتكلم على امام عاشور مثلا، لعيب هو واخدها ومختارها في نفس الوقت ده، وبنتكلم على اداء محمد صلاح، وبنتكلم على مصطفى محمد ومحمد شريف. فانت بيبقى عندك المجاميع دي، هي ده معاد بقى الراجل ده ان هو يختار ازاي يوازي فرقه زي كوت ديفوار. مين الانسب في القوه؟ مين الانسب في السن؟ مين الانسب انه يخليه يعدي مراحل كتير قوي من المباراه، يا متفوق يا متعادل؟ انما مش مفيش فراغات مساحات. يعني حتى اسلوب 4 3 3 ده لازم يعيد التفكير فيه. يعني ما ينفعش نبقى بنفس الشكل ده، ما ينفعش نبقى بنفس الاداء ده، ما ينفعش نبقى محملين النني ان في عدم تحركات للناس وهو اداؤه وحش، ونقول النني وحش ومرموش مش فارقه معاه. هو لازم الراجل ده يتدخل جراحيا دلوقتي، لازم يساعد المنتخب بتاعه نفسيا على الاقل انه يعدي الدور ده. ولو عدى الدور ده بيروح لدور تاني بتبقى المعنويات اعلى. انا عايز معاد اعلى واعلى واعلى لغايه السنغال، لان السنغال دلوقتي الناس انت لو كسبت الفرقه دي وكمان انت بتعمل حاله للناس احترام، بالظبط كده تحترمني بالزبط. انت خلاص بتخلي المنتخب تحترمك. تعمل طول لما اجي القاهره هتغلب، لا وانت لما اروح على ارضي هعمل ايه؟ ممكن. يعني اتفضل وانت تقدر، يعني انت كمنتخب عندك مجموعه كبيره من الاسماء الرائعه اللي تقدر تكسب بيها المباريات. لعيبه مصر عندهم جلد يا سام. هو بالنسبه لل يعني قبل ما اتكلم عن منتخب مصر، هو النهارده مثلا تونس وهي بتلعب نيجيريا، لما تشوف الماتشات قبل النهارده الفرق واضح انه كان نيجيريا التفوق، يعني بالظبط في كميه السرعه والقوه وحتى الامكانيات بعض الامكانيات الفرديه. لكن تونس عملت حاجه كويسه النهارده، اول حاجه قللت المساحات اللي ممكن منتخب نيجيريا يلعب فيها. مظبوط. ولذلك هم تلاقيهم لعبوا في نص ملعبهم طوال، يمكن طوال المباراه قفلوا كويس قوي، ولعبوا بمجموعات لعبه تقفل على لعيبه نيجيريا الخطيرين، وكانوا بيلعبوا على الهجمه المرتده. جت ما جاتش، هم محافظين على جونهم. ويمكن حتى الجون لما يوسف المساكني جابه من هجمه مرتده عملها كويس قوي شاطها، التوفيق كمان كان معاهم في كرة. أيوة. ان ده مهم برضه يا كابتن طبعا. إن, ان 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 يمكن من اول فرصه او ثاني فرصه للمنتخب التونسي شوطه كان ممكن حارس مرمى نيجيريا يصدها، جت جون. لكن ده لا يمنع ان هم لعبوا الماتش بمفهوم مميز، يعني قدروا يقفلوا كويس، قدروا يقفلوا مساحات كويس، لعبوا على قد ظروفهم دلوقتي بعد طلوعهم ثالث مجموعه. وقدروا يطلعوا بالماتش. طبعا كان في عدم توفيق شويه في كوره او كورتين للمنتخب النيجيري، لكن هي كره القدم كده. فتونس خلاص استحقت ان هي توصل، وبرده غينيا وجابون وبوركينا فاسو. المباراه كانت عارف ماشيه سجال طوال الماتش، يعني هو بس البوركينا فاسو بس جات لهم في الاخر وكسبوا بضربات الجزاء. اثناء الماتش بعد ما جابوا الجون جالهم وقت في اخر تلت ساعه كانوا يقدروا يكسبوا ويخلصوا الماتش. قعدوا يضيعوا لغايه لما المنتخب الجابوني اتعادل، لكن في النهايه استحقوا برضو. وهتبقى ماتش على فكره، ماتش بوركينا فاسو وتونس مش هيبقى سهل، رغم ان مثلا نيجيريا اقوى من بوركينا، لكن برضو ماتش مش هيبقى سهل مع المنتخب التونسي. بس خد بالك حضرتك يا كابتن، الاقرب طبعا اقرب من المنتخب التونسي، يعني على الاقل طبعا. تاريخيا لا طبعا فنيا ممكن نقول 55 45 أيوة. التونسي الحقيقه طبعا. لا ما هو الاقرب طبعا المنتخب التونسي، لكن انا اقصد المباراه برضو مش هتبقى سهله، يعني مش هتبقى سهله. بالنسبه بقى للمنتخب المصري، نتمنى انه يقدر مستر كيروش يختار العناصر المناسبه للقاء. أيوة. وطريقه اللعب المناسبه اللي هي تعمل قوه عندنا في النواحي الدفاعيه
ونعرف نستغل الهجمات المرتده. أوكي. يعني انا وجهه نظري برضو الطبيعي المفروض نلعب بنفس الاسلوب اللي لعبت بيه تونس. يعني انا من الحاله اللي انا شايفها في مباراه ساحل العاج ومباراه مصر ان احنا عندنا مشكله خلل في نص الملعب واضح. أوكي. خلل في نص الملعب واضح. كميات الجري مش عاليه. يعني النني مع عبد الله السعيد مع عمرو سليه بعد رجوعه من الاصابه كميات الجري في الثلاث عمرو لعب الماتش الثاني لكن انا بتكلم على النني وعبد الله برده لعبوا اخر ماتشين كميات الجري مش عاليه قوي. فلذلك تلاقي حتى منتخب غينيا حتى منتخب السودان الشوط الثاني بيوصلوا للجون وبيوصلوا لخط دفاعنا سهل قوي. يعني يعني نص الملعب بتاعنا مفتوح. فدي برضو هتتوقف على اداره المباراه في يوم المباراه وكمان اصرار اللعيبه وروحهم. لان مثلا منتخب التونسي النهارده اللعيبه بتلعب بروح عاليه جدا جدا جدا. قلت لك مع انه لعبوا باسلوب قللوا فيه خطوره المنتخب النيجيري. يعني دي كانت واضحه جدا ان هم عايزين يقللوا خطوره المنتخب النيجيري فقفلوا في نص الملعب ورا. فبرضو مصر اعتقد ان لازم تبقى قريب من الاسلوب ده لانه المنتخب السنغالي المنتخب كوت ديفوار عنده ثلاثه في نص الملعب من احسن لعيبه في نص الملعب. منتخب هاي اللي هو سنجاري بكلمت كويس بس هجوميا هو بالعكس دفاعيا عنده مشكله. انا لسه كنت بتكلم في الامر ده في وثلاثه في العمق بس جامدين قوي. جاب اثنين جنب البيسا واحترم الجزائر خدت بالك صح. وكان ليه نقل الحركه والوجود الهجومي بتاعه بيعوض كل حاجه. بس اللي عندهم بقى كمان ميزه الثقه ان انا ما غلطش. الثقه بيدي الكره الواحد اللي هي في الكره تعلمناها التسليم والتسلم. ايوه عندهم التسليم والتسلم 10 على 10. ايوه ما انا بقول لك نص ملعب عنده ثقه جامده قوي. لما اديها له علي هياخدها على صدره ويمسكها ويديها لزميله. اي الثقه دي اللي انا عايزها في منتخب مصر. انت ما تخافش تغلط وبتغلط. اوكي يا مرموش انت رايح عايز ترقص واحد عدي منه ورقصه. انت عايز تباصي ولا ترقص ولا هتبتكر حاجه جديده ولا هتبتكر حاجه جديده ولا هتعمل اوفر ولا مفيش حد سبورت ولا بتفكر في مصطفى محمد. عايزين يبقى لنا هدف واحد في كل كوره انا بلعبها سهل على نفسي. النهارده زي ما اسامه قال تونس سهلت الكوره حتى وهم مضغوطين قوي بيدوروا على بعض في التمرين اللي انت وريتوني دلوقتي على الشاشه بتاع منتخب مصر صح. اللي هم الاربعه ضد اثنين اللي احنا بنعمله دي والحاجات دي انا عندي ثقه في الحاجات دي. ما عنديش خوف ان انا دي اجمد مني هم اقوى مني بدنيا هم احنا ممكن نضربهم بسرعه نخليهم هم اللي يكشوا هم اللي بقى نسلب منهم قوه الاتاكينج مش نخليهم زي ما نيجيريا قالت علينا. انا نفسي اقابل مصر في البطوله تاني. انا نفسي اقابل مصر في خرجت الراجل ضحكت انا زي ما انت قلت النهارده مفيش كبير في الكوره لا في الجزائر ولا في نيجيريا. ودي تونس اكتر فرقه عانت في البطوله ما زالت بتادي عندها روح وعندها بيز لعيبه عندهم شكل الخبره عندهم اللي يشوط شوطه زي دي وبتعمل موفين كده تتبان سهله انك انت تاخدها هي مش سهله هي رايحه له في ايده وفجاه لا فيها سبين رايح الناحيه الثانيه خدت ايده وراحت. فحتى تفكير في التصويب لازم يواكبنا احنا كمان. احنا كنا بنلعب على فرق جامده وبتقفل صح وعندها سيستم وعندها اداء وعندها ثقه في انا برضو يبقى عندي مفاجات. عندهم ضربات ثابته لازم احنا برضو يكون عندنا ضربات ثابته. فدي مشكله دلوقتي بالنسبه لنا لغايه يوم الاربعاء بالنسبه للمدير الفني ده انه يحط كل حاجه تفيده وينسى العند بتاعه ان انا ايه لازم اثبت ان تريزيجيه اساسي لازم اثبت ان مرموش ده في الحته دي لازم مفيش لازم اثبت 4-3-3 يا عم احنا عايزين يبقى شكلنا حلو حتى لو اتغلبنا نتغلب والناس سقف لنا هارد لك انتوا عملتوا اللي عليكم. كابتن اسامه برضو لما تيجي تتكلم عن مباراه كوت ديفوار مباراه صعبه لكن على الجانب الاخر احنا كنا في مباراه السودان كسبنا 1-0 وكل حاجه ولكن في النهايه بشكل عام هي مباراه جيده غير مطمئنه ولكنها جيده طبعا ما فيش شك. انت يعني اول مباراه طبعا هي الأسوأ لانه كمان حتى طبعا. المنتخب اقوى ماتش غينيا افضل ولكن واضح انك انت بتيجي في الشوط الثاني والجزء الاخير المباراه أيوة. بيبقى فيه هي دي المشكله فككان قدام المدافعين ودي مهم ودي نقطه مهمه انك لما تجيب جون ازاي تعرف تحافظ عليه عشان كده انت هتلاعب مستوى دلوقتي اعلى. برضو نفس الشيء في ماتش السودان
مع احترامي الكامل لفريق السودان، لكن الشوط الثاني هددوك برضو في اكتر من كوره وابتدوا يمسكوا في نص الملعب، رغم ان انت طبعا افضل واوضح وتكسب ممكن اكتر من واحد، ولكن انا اقصد انك انت ما عندكش سيستم ساعه الدفاع انك تعرف تقفل مساحات كويس قدام الاربع مدافعين بتوعنا. ما هو مش هيفضل العبء كله على طول على عمر كمال، على ايمن اشرف، على حجازي، على محمد عبد المنعم، عشان احنا بنتكلم عن الناس اللي لعبت في الاخر الباقيين مصابين. مش هيفضل العبء عليهم على طول، خاصه لما تلعب في المستويات الاعلى. لازم الناس بتوع نص الملعب الجهد بتاعهم يبقى اكتر من كده، تركيزهم في النواحي الدفاعيه اكتر من كده، تركيزهم لما يروحوا يرتدوا من الدفاع للهجوم يساندوا محمد صلاح ومصطفى محمد ومرموش، اذا كان انا بتكلم على اللي لعبوا في الاخر يعني بصوره اكتر من كده. وبعدين ناس كمان على المستوى الفردي لازم يأدوا باحسن من كده. يعني مرموش لازم يأدي احسن من كده، يعني بقاله ثلاث ماتشات مع يعني هو لعيب كويس وواعد وكل حاجه، بس بقاله ثلاث ماتشات اداؤه مش واضح. نفس الشيء النني المفروض اداؤه يبقى افضل من كده، انت لعيب في الدوري الانجليزي المفروض انت تبقى شايل الفرقه مع نص الملعب. برضو عبد الله كميات الجري طبعا، عمرو سلاوي احنا قلنا كان لسه راجع، عبد الله ما يعني ده واضح يعني لينا كلنا انه مش هيقدر، يعني ما فيش اكتر من كده يعني. انا حاطه ناحيه الشمال و ممكن يلعب عرضيات، لا ممكن يلعب اجزاء من اللقاء مش ضروري كل الماتش. ما تحسش ان في مجاملات في التغييرات حتى؟ لا ما اعتقدش مجاملات، بس هو وجهه نظر يعني انزلوا العبوا، يعني انما في حاجات جذريه تغنيني عن الضغط على الناس بتوع الديفندر دول، يعني في لعيبه معينه لو نزلت تشيل عني، يعني انا بستغرب ما تخلينيش مش هشوف فريق السودان دي الناحيه الثانيه، خاصه ان الاداء كله مسموح ليك. أيوه. الناس بتمسك كوره تطلعها بره، الناس بتمسك كوره وتديها لك تاني، الناس بتمسك كوره، يعني بحس ان هو بيجامل يا اسامه. لا ما اعتقدش بيجامل، لكن هو ممكن يكون وجهه نظر يعني يعني انا مستغرب برضو. لا يعني انا مستغرب لا انا مستغرب مثلا انا مستغرب ان لا مش ممكن ده عندي عنده والله ده عند مع الدنيا كلها يعني في شخصيات كده وبيحاول وهو كسبان يعني ما خسرش ولا حاجه لغايه دلوقتي يعني يعني واحد مثلا زي رمضان واحد زي رمضان صبحي يا رب ما يخسرش طبعا واحد زي رمضان صبحي انا مستغرب انه حتى الان ما خدش اي اجزاء من المباراه لا رغم انه حاله مرموش مش حلوه مش حلوه يعني هو بيحاول ما هو بيحاول يدخل تريزيجيه ماشي انا ما بقولش لا بس برضه رمضان لازم ياخد يعني لاعب منتخب كتير وبيقدر يقف على الكوره بيقدر واحد مثلا زي زيزو بيبتدي كويس يعني لما بينزل بيبقى مؤثر قوي بيبتدى ينزل حتى الماتش الاخير في وقت ضيق يعني ما خدش وقت كبير ده بينزل احنا كجمهور بنحاسب زيزو هي هتعمل ايه في الكوره دي ما عندوش مساحه حتى الوقت يقدر وقت يقدر ياخد فيها ويروح ويعمل يشتغل مظبوط ما هي اللي بقولها لك انا شريف ما بيديش شريف محمد شريف يعني يجيب جون في ابتدى نقتنع انه هيلعب راس حربه فجاه ويلعب مثلا دقيقتين ثلاثه وبعد كده الماتش اللي بعديه مش موجود خالص فهي دي الحاجات دي لازم نستقر عليها في المباراه الجايه لانه خروج مغلوب خلاص ما فيهاش بقى مفيش تعويض يعني هي مش مجامله يا اسلام انا اكتشفتها ايه الهدف من التغيير ده؟ خدت بالك؟ ايه الهدف ان انا بنزل فلان ده اصل هو في الاخر يا كابتن معلش هو عايز يخسر يعني مستحيل مستحيل لا لا مش ممكن عايز يخسر طبعا هو وجهه نظر طبعا وجهه نظر مهما انت تقول لا شريف هينزل يعمل ايه هنا او اسامه هينزل انا قايل له انزل انا محتاج اسامه تعظيم نص الملعب ولا اعمل ايه بقى هو بيقول له امسك ال انا اقصد اقول لحضرتك ان لا في الاخر ان وجهه نظر استحاله يكون في مجامله وجهه النظر لا يعني صح صح انه ده استحاله لا 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 لكن هو في الاخر قد يكون ان هو وجهه نظر وانا مقتنع بشريف احسن من اسامه 100 مره او اسامه احسن المشكله ان هي المشكله عارف يا اسلام هي دي موجوده طبعا في الكوره ان كلنا اشتغلنا مديرين فنيين وعارفين ان ساعات بيبقى لينا وجهه نظر في اللعيب انه افضل بس احيانا اللعيب ده ما ادانيش المردود على اكتر من مات يعني بالظبط ثلاث اربع ماتشات خمس ماتشات يعني مرموش خلينا نتكلم على مرموش مثلا ده بيتكلموا على بتاع لكن هو الراجل بيلعب في شتوتجارت بيلعب في التلج ما بيلعبش في الحر في الحر 39 درجه او 40 او وجهه نظر ممكن تكون دي مأثره عليه بتفرج عليه على طول بياخد في نفسه مش قادر ممكن دي تكون يعني انا واقف بره مش شايف يعني مش حاسس ما انا بقول لك بقى هي وجهات نظر في الاخر لا اللي انا اقصده يا اسلام ماشي صح هي وجهات نظر وكل مدير فني عنده وجهه نظر بس احيانا في حاجات ايوه خلاص واضحه لك ان فلان يلا غير بقى عايزين مباراة نكسب عايزين مباراة مش كويس طب حد تاني ياخد الفرصه دي يعني او جزء من الوقت ده
فهي دي النقطة نتمنى ان يكون توفيق فيها في يوم، يبقى يوم اللعيبة، لان دي مهمة جدا. كلنا لعبنا وعارفين، والنهاردة شفنا تونس ونيجيريا، في يوم بيبقى بتاعك بقى يعني، اللعيبة موتة نفسها وكمان التوفيق راح لك. تسديدة في نص الجون راحت دخلت يعني، مش مع لان اللعيبه اجتهدت قوي. أيوة. يعني اللعيبه عملوا طلعوا اقصى حاجه عندهم، حاولوا يحافظوا على جونهم قوي. الفرص بتاعت نيجيريا ما كانتش واضحه قوي يعني، ما عملوش يمكن فرصه او فرصتين خطيرين، لكن ما ادوش المساحات لنيجيريا انها تلعب براحتها. أيوة. فنتمنى انه التشكيل يبقى مظبوط، التغييرات تكون مظبوطه، يبقى المدرب موفق في يومه، واللعيبه ايضا، عشان ما نحملش كل حاجه نقول للمدرب، ما هو اللعيبه برضه ليها دور كبير طبعا. ويكونوا موفقين، وكل واحد يبذل اقصى جهد ليه. وطبعا الاحتياطي بقى لازم يكون قاعد مركز، لانه طبعا الخمسه غالبا في الجو ده والملاعب دي والظروف دي بيتغيروا، والماتشات القريبه من بعض وفي ناس لا قدر الله بتتصاب، صح، فيبقى لازم قاعدين مركزين ويأثروا لما ينزلوا، ما يبقوش نازلين على يا رب الفريق. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه، ويستطيع ان هو يصل لنهائي هذه البطوله ويفوز ان شاء الله بهذه البطوله. شكرا جزيلا يا كابتن شريف على وجودك معنا. شكرا كابتن، شكرا جزيلا يا كابتن اسامه على وجودك معنا. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت الكبير، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، كريم سعيد واحمد ثابت. ازيك يا كيمو؟ ده يا كابتن اسلام، صباح الفل، وصباح الفل لكل مشاهدي قناه الاهلي. كله كويس؟ الحمد لله. حضر نفسك بقى عشان كاس العالم جاي اهو، وهنعمل شغل النهارده. مين هنعمل ايه؟ تشيلسي. في تشيلسي صحيح. بالميل ان شاء الله. عايزكم بقى تحضروا نقاط الضعف من دلوقتي. تشوفوا ايه اللي هيحصل. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله تمام. تمام؟ تمام. الحمد لله. خليني ابدا معاكم الاول بحالة التريقة اللي على المنتخب المصري وعلى المدير الفني للمنتخب المصري من البعض الحقيقه اللي موجوده على السوشيال ميديا، ومن بعض الناس اللي بتعتبر ان هي تستطيع ان هي تتريق عن، انا باخد الكلام طبعا بشكل، تقدر تتريق على المنتخب وكله، تقدر طبعا تنتقد، ولكن تتريق تصل التريقه؟ لا، ما يعني ما بنوصلش الموضوع. انا في وجهه نظري الامر يعني، انا ما شفتش بصراحه الموضوع وصل للسخريه الشخصيه. اوكي. لما بنتكلم مثلا عن النقد الفني، النقد الفني ممكن يطلع في كوميكس، ممكن يطلع في الصوره، ده اعتقد ده مقبول في الرياضه ومقبول في الكوره، خصوصا كمان بصراحه ان كيروش برضو بيطلع يعمل حاجات غريبه بصراحه. يعني الامانه بعد الماتش السودان، يعني انك تطلع تقول لي ما يشبه ان احنا شفنا مباراه ناجحه او فريق ظهر بمظهر جيد، ده اعتقد برضو امر كان لازم ان يعني نقف عنده كتير. اكيد كلنا فرحانين جدا كابتن اسلام بالصعود طبعا، واكيد كلنا متاكدين ان هي بطوله غريبه. النتائج طبعا غريبه جدا ومش متناسقه مع بعض، ونتمنى ان احنا ينوبنا من الحب جانب في عدم تناسق الظروف. يعني احنا قدام كوت ديفوار احنا مش مرشحين بصراحه، منتخب كوت ديفوار هو المرشح للتاهل على حسابنا. نتمنى انا على مستوى الشخص اتمنى احنا نعمل المفاجاه، بس مهم جدا احنا نشتغل. عجبني النهارده المنتخب التونسي في اللي هم عملوه. برافو عليك، خلي بالك كان نفس الوضع تقريبا. المنتخب صحيح. التونسي طالع ثالث مجموعه بالزبط. المنتخب النيجيري طالع اول مجموعه 9 نقاط، ده 3 نقاط، لكن في النهايه ولا وغيابات كورونا، غيابات 11 كورونا النهارده عندهم يعني مجموعة. كتير جدا لكن هم تجاوزوا هذه المشاكل وقدروا بالشغل وبالاجتهاد وبالتمرين وطبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعا. اكيد فوق كل شيء وكملوا. فلا انا بشوف على المستوى الشخصي في مساحه، في مساحه لبعض النقد الساخر ده ممكن، لكن ما يوصلش طبعا للتجريح الشخصي، ده طبعا اكيد امر مرفوض. مش هو ده اوكي، ده رايي كريم، لكن انا في النهايه برضو بشوف ان لا، هذه الفترة هي فترة مساندة ووقوف طبعا. أنا أقدر أنتقد الأداء، إن مثلا ما تلعبش إسلام ولاعب أحمد، لاعب أحمد ما تلعبش كريم، لاعب كريم وما تلعبش محمد، أي دي حاجة كل الشعب المصري عندنا 100 مليون ولا 105 مليون محلل يقدر يحلل المباريات، فممكن نعمل كده، ولكن في نفس الوقت نتصل إلى السخرية. أنا شفت بقى على عكس كريم، أنا شفت حد طالع بيتريق على المدير الفني وكأن الموضوع بالنسبة له إن هو بيهزر يعني. هو ده وقت المسانده، طالما انت بقى يعني اصبر لمباراه كوت ديفوار وبعدين انتقد، لو لا قدر الله حصل حاجه ساعتها يجي وقت الحساب، لكن ده وقت المسانده لمنتخب مصر. كان بصراحه انا مش قلقان من اسماء لعيبه كوت ديفوار، احنا برده عندنا واحد زي محمد صلاح، هم اغلى لعيبه عندهم فرانك كيسي
قيمته التسويه 43 مليون استرليني، احنا عندنا لو ضربت 43 في 2 هتطلع 86. عندنا محمد صلاح لوحده ب 90 مليون، يعني احنا كاسماء احنا عندنا برضو اسماء تخوف. انا اخاف من كروش، ما اخافش من الكوتديفوار. اخاف من كروش بمعنى ايه؟ بكل صراحه طريقه اللعب والتكتيك، هل هو دارس فريق كوتديفوار بشكل كويس؟ هل هو هيعرف يلاعب منتخب كوتديفوار زي ما تونس النهارده عرفت تلاعب نيجيريا؟ هو الفرق تونس النهارده مش اقوى من نيجيريا، نيجيريا اقوى بكتير من تونس، ولكن تونس عرفت ازاي مثل هذه المباريات تكسب ولا تلعب. يعني مش التاريخ مش هيفتكر ابدا النهارده الارقام، الاستحواذ بتاع نيجيريا 53 واستحواذ الفرقه برضو الجابون هي اللي مستحوذه اكتر. مش هتفتكر استحواذ ولا محاولات، ولا هيفتكر مين اللي صعد. المباريات دي ازاي تعرف تلعبها النوك اوت، المباريات ديت من ماتش واحد ازاي تعرف يعني الفرقتين النهارده اللي عرفوا يدافعوا كويس ويلعبوا على الهجمه المرتده هم اللي كسبوا. بوركينا فاسو النهارده كانت بتلعب على الهجمات المرتده، وتونس عرفت ازاي من هجمه مرتده أيه. واحده ان هي يوسف المساكني قدر، لعيب بيعرف يقف على كورته بخبره كبيره قدر ان هو يسجل. فانت أيه. ازاي في المباريات ديت تعرف تلعبها؟ عشان كده بقول لحضرتك المباريات دي انا مش مقلق من اسماء ابدا كوتديفوار. احنا ياما كسبنا كوتديفوار وكسبنا نيجيريا وكنا ابطال افريقيا 7 مرات، يعني مش خايفين من حد، ولكن ازاي تعرف تلعبهم؟ هي دي المغزى بتاع المباريات دي، والنهارده الماتشين اللي حصل في الماتشين بيأكد الكلام ده. ازاي تعرف تلعب المباراه؟ ازاي تذاكر المنافس صح؟ وازاي تشوف نقطه قوته فين وتلعب وتخلي بالك منها، وفي نفس الوقت تلعب على نقطه الضعف بتاعته؟ ده المهم. طيب خلينا ناخد فاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى نشوف، لان احنا عندنا كلام كتير على على الشاشه النهارده. طيب. نقدر نتكلم عن المنتخب الكوت ديفوار، كيف يستطيع منتخبنا الوطني ان يفوز على منتخب كوت ديفوار. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نشوف كريم واحمد هيقولوا لنا ايه من خلال الشاشه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نروح بقى نشوف ايه اللي هيحصل مع منتخب كوت ديفوار، اهم نقاط الضعف، اهم نقاط القوه الموجوده في منتخب ساحل العاج. ايه الاخبار؟ هنبدا بايه؟ نبدا كابتن اسلام بنشرح للساده المشاهدين منتخب كوت ديفوار بيقف ازاي في الملعب. وجهه نظري ان احنا ما عندناش غير طريقه واحده ممكن نلاعب بيها الفريده، ده وجهه نظري الشخصيه. فرقه عندها تقريبا في كل خط عندها نجم عالمي، يعني الموضوع بصراحه فعلا صعب. يعني كوت ديفوار واحده من المنتخبات اللي عندها في كل خط عندها لعيب كبير، يعني سواء بدايه من سيرجي اوريه حتى مرورا بفرانك كيسي في خط الوسط، مرورا طبعا ببيبي وهالر وجرادال في الهجوم. فرقه بصراحه متكامله. طيب كوت ديفوار بتلعب ازاي؟ هيقفوا في الملعب قدامنا ازاي؟ وجهه نظري الشخصيه ان احنا عندنا مشكله في تطبيع اللعب معاهم. انا في وجهه نظري كوت ديفوار هينزلوا لنا بالشكل ده، طبعا هم بيلعبوا بطريقه 4-3-3، لكن السؤال هنا بيقفوا ازاي في الملعب؟ انا وجهه نظري ان احنا هنشوف كوت ديفوار واقفه بالشكل اللي انا هرسمه ده، وعايزين نخلي بالنا جدا جدا من الهاي لاين ديفنس اللي هم بيعملوه. ادي الاربعه في وجهه نظري هيقفوا في نص ملعبهم، مش هيقفوا خالص بالقرب من منطقه جزاءهم، هيطلعوا بهاي لاين ديفنس وهيوقفوا لنا الثلاثي خط الوسط بتاعهم في نص الملعب، وهيحطوا لنا خط او شبكه الهجوميه بتاعتهم يضغطونا من نص ملعب. بالتالي احنا مثلا لو حسبنا منتخب مصر مع الحاج كيروش بنلعب بطريقه اقرب الى 4-3-3. ماشي، هحط بس عبد الله السعيد كده ايه يعني قدام سنه عشان يدينا الشكل بتاع ان احنا عندنا بلاي ميكر. احنا كابتن اسلام في الشكل ده اللي هنشوف مباراه، بصوا يا جماعه احنا محتاجين نتخلص من الكوره في المساحه دي اللي ما بين اول اكس زرقاء لغايه اوه بتلف باللون الاصفر احمر الظريف ده في المساحه دي. احنا محتاجين نتخلص من الكوره وناخد قرارنا في المساحه دي، وضع في الاعتبار ان احنا بنتكلم على فرقه عندها ورك ريت عالي جدا جدا. بتكلم على الثنائي اللي في خط الوسط وهما فرانك كيسي طبعا زعيم خط وسط ميلان، وكمان اللاعب سيري اللي هو واحد من افضل لعيبه بيجروا في نص ملعب في كوت ديفوار. ووضع طبعا في الاعتبار يا استاذ احمد ان احنا عندنا على الدكه كمان سيري دي
لو سيري دي طبعا نفتكره كان واحد من اللي جم هنا نادي سنجاري. جم نادي الزمالك وطبعا سنجاري لا سيري دي كمان على خط على الدكه على الدكه وكان لاعب نادي الزمالك قبل ما يروح بازل السويسري على اعتقد. فبالتالي احنا بنتكلم على فرقه هيبداوا يضغطونا في نص الملعب. احنا عندنا مشكله واضحه جدا 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 ان رتم الاداء بتاعنا يا كابتن اسلام بطيء. احنا مثلا بكل بساطه كل فكرتنا ان احنا بنطلع من الكوره من عند المساك لواحد من نص الملعب على طول باص الكوره طبعا لعبد الله السعيد عشان هو ينزل ويبدا يغذي الثلاثي. انا اعتبر ان ده مكان عبد الله السعيد، انا ما شفتش عبد الله السعيد هنا خالص صراحه يا كريم صراحه يعني كده. وبعد كده ندي الكوره لمحمد صلاح او عمر مرموش. طيب الشكل بتاعنا اللي احنا شفناه اللي انا هحسبه على نيجيريا مش هحسبه على غينيا بيساو والسودان، لان غينيا بيساو والسودان يعني فرق ما اقدرش احطها في نفس الكاتيجوري بتاع نيجيريا او كوت ديفوار. وبالتالي احنا محتاجين نزود الريتم. احنا قدام نيجيريا ليه ما ظهرناش بنفس المظهر بتاع تونس النهارده؟ لان النهارده تونس كانت بتلعب الكورة، وبتكلم عن نيجيريا وهي كاملة، لأن طبعا نيجيريا بعد الطرد خلاص الماتش اتفتح وبقت سهل جدا ماتش تونس. مع إنها راحت للجون بعد الطرد، جون تونس يعني بعد الطرد مرتين ثلاثة جوان. يعني تونس وقعوا بدني بسبب الرطوبة. طبعا واضح جدا إن هما تعبوا. بس تاني يا كابتن اسلام عشان ننجز في الحتة دي عشان احنا عندنا حاجات كتيرة. لازم كيروش يزود ويسرع التيمبو بتاع الفرقة. لو أنت ما سرعتش الريتم هتلاقي حامل الكره اللي معاك في اتنين على طول ضاغطين عليك. ومنين؟ من نص ملعبك. الناس دي استحاله تلعب معانا زون ديفنس. احنا ما شفناه يعني ما شفناش كوت ديفوار قدام غينيا او حتى قدام الجزائر. ماتش الجزائر كان حاجه مرعبه من الدفاع الفواري والضغط اللي عملوه على منتخب الجزائر. وطبعا هنتكلم يا كابتن اسلام على الحاله البدنيه منتخب كوت ديفوار في الصور اللي معانا ان شاء الله. اول حاجه طبعا معانا هنشرح ازاي التنظيم الهجومي بتاعهم وازاي هم بيلعبوا. التنظيم الهجومي، التنظيم الدفاعي، السيت بيس بتاعهم، كل حاجه بالتفصيل. اول حاجه تعال نشوف فكره المهاجم. الناس بتتكلم على سيباستيان هالر هداف دوري ابطال اوروبا، السنه دي جاب 10 تجوان مع اياكس. هو ازاي سيباستيان هالر مش بيجيب اهداف كتير مع كوت ديفوار؟ جايب هدف واحد. هو يا جماعه دوره هو اخطر لعيب في كوت ديفوار في المنظومه هو نيكولاس بيبي. تعال نشوف سيباستيان هالر فكره الفولس ناين المهاجم الوهمي ازاي بقى بيلعب. بص سيباستيان هالر فين؟ على بعد مسافه صغيره جدا من خط النص، بينزل يسحب دايما المساك معاه عشان يفضي المساحه في ظهره. فهنا اول سؤال لازم نساله لكروش، لو انت مذاكر الفرقه دي مين اللي هينزل معاه؟ مين اللي هينزل مع هالر عشان المساحه؟ لو انا بلعب النهارده باثنين مساكين نفترض حجازي وعبد المنعم او حجازي والونش او يعني اثنين مساكين، مين اللي هينزل معاه؟ لو نزل حد معاه لازم يبقى فيه تعليمات مين اللي هينزل بالراجل ده، لان هو متعمد ان هو هينزل يسحب مدافع معاه عشان يفضي المساحه في ظهره لمين؟ لنيكولاس بيبي ولماكس جرادل الاثنين. نكمل برضو الحاله الثانيه نشوف فكره بس سيباستيان هالر. بص فين سيباستيان هالر؟ في وسط الملعب، نازل دايما بينزل دايما. فكره المهاجم الوهمي مش مهاجم صندوق، مهاجم بنزل لتحت بسحب معايا المدافعين عشان اشوف نيكولاس بيبي وماكس جرادل او ويلفريد زاها واحد فيهم هم اللي بيتحركوا فيه المساحه الخاليه. وخلي بالك من الجبهه اليمين دي، لان الجبهه اليمين دي اخطر جبهه عندهم، اخطر جبهه دي مشكله. يعني انا النهارده انا وجهه نظري مع الطريقه دي مع المهاجم اللي بيتحرك اتبع طريقه بيتسو موسيماني مع الاهلي. لازم انا شايف الماتش ده مصر عشان ان شاء الله تكسب، انا وجهه نظري لازم نلعب بثلاثه ورا. كابتن اسلام المره اللي فاتت بس هو السؤال هنا كابتن اسلام، هل الوقت اسبوع اللي هو كان مع يسمح ان هم يتكيفوا؟ مش يتكيفوا كمان، احنا بنتكلم على تغيير الطريقه. بس منتخب مصر هقول لك على حاجه كريم، بس هقول لك لا يعني انا اقصد ان انت منتخب في الاخر العب ثلاثه. انت عندك حمدي فتحي بيلعب بالدور اللي هو ما بين الاثنين المساكين يقدر يلعبها. هو الاحتمال الاكبر ان هو يزق لازم حمدي فتحي يزق كا ليبرو ما بين الاثنين المساكين دي. لازم ليه؟ لان حمدي فتحي بيلعب الحته دي حلوه قوي، ان هو ممكن ينزل زي ما بيتسو موسيماني بيكلفه. لعبها بقى يا كريم، يعني هو قصد احمد كده ان هو لعبها مع النادي الاهلي خلال خمس ست سبع ماتشات اللي هم صح. بس حجازي والونش ما بيلعبوهاش. لا حجازي والونش لا ماشي، بس دول اثنين خبرات. لا ممكن يلعب احمد فتوح باك ليفت الماتش اللي جاي، وايمن اشرف يخش يلعب، يبقى انت كده عندك مساك. يلعب مساك اوكي، انت كده عندك لو الونش ما لحقش يعني ما اعرفش. انا شايف ان احمد فتوح لو لعب هتبقى مشكله كبيره لمصر، مشكله كبيره طبعا. طب هات بس استاذ سامي، احنا قلنا كده في ماتش نيجيريا برضه ولعب. هات الصور بس اللي هي الخريطه الحراريه اللي هم الثلاث صور اللي ورا بعض، اوري بقيه الصور اللي هي برضه دي سيباستيان هالر بينزل عشان يفضي المساحه لنيكولاس بيبي.
لو استعرضنا بس الصور اللي هي الثلاث صور، شوف الاماكن الخريطه الحراريه بتاعت اللعيبه. اوكي اتفضل. شوف سيباستيان هالر مكان اهو، بص دي 4-3-3 يعني دي طريقه لعبهم. مين رقم 22؟ ده المهاجم سيباستيان هالر. بص فين يا كريم، فين؟ نعم. تحت تحت الجناحين، الجناحين دايما فاردين الملعب، نيكولاس بيبي وماكس جرادل، والمهاجم نازل لتحت. ومين رقم 8 ده؟ سيري فرانكي كيسيه. فرانكي كيسيه اللي بيقطع دايما من ورا المهاجم والاثنين دول. فاحنا لو خدنا بالنا، بص في كام لاعب ناحيه اليمين يا كريم؟ أي. 19 و17 19 اللي هو بيبي، 17 اوريه، 18 اللي هو ابراهيم سنجاريه، 22 سيباستيان هالر، 8 فرانكي كيسيه، 4 على احمد فتوح لوحده. هتبقى مشكله كبيره، خاصه ان عبد الله السعيد اساسا ما بيدافعش. لا لا مش هيلعب عبد الله السعيد 90% لو بدا يعني. لا 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 لا, 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 لا. والله انا لا والله العظيم لا، بس يعني في الماتش اللي زي ده لا لازم انا على الاقل على الاقل يلعب حمدي فتحي حمدي واسمه وعمرو السولية والنني. انا حسين كابتن اسلام هيقول ما تنرفزناش يا راجل. ايه حسين هتقول ما تنرفزناش يا راجل يعني. هات الصوره اللي بعدها يا استاذ سمير. بص حوار لحضرتك حاجه تانية، ده مكان موقع هوس كورد جايب الاماكن الهجمات بتاعه الكوت ديفوار قدام الجزائر. 44% من هجماتهم من الجبهه اليمين. بس ليه بس ليه؟ علشان الباك ليفت بتاع الجزائر كان مش طاير، كان طاير رامي بن سبعيني. رامي بن سبعيني كان واقف بيلعب وينج ليفت. لا وفي قديم برضه يا كابتن اسلام، بس برضه عشان في درامي درامي عمل وكل الاهداف اللي دخلت خد بالك داخله من ليه ما مش عارف يغطي ما اعرفش وجهه نظري. مش عارف يغطي، هو بيلعب في المانيا. الماتش ده كان اقل من المتوقع تماما. صحيح صحيح تماما. بس الجبهه اليمين عندهم فيها نيكولاس بيبي ارسنال وسيرجيو ري، طبعا لعيب كبير جدا، اثنين من احسن. طب هات البيرو تاني، ارجع للبيرو نوري بقى الجبهه اليمين ده. برضو زي ما احنا شايفين دي الخريطه الحراريه. تعال نشوف الرايت اتاك اللي هي الهجمات اللي من الجبهه اليمين بتاعهم. ادي بص حضرتك كام واحد، زي ما قلنا نفس الخريطه الحراريه بالظبط. ده بقى تفسير الخريطه الحراريه، 1 2 3 4 متجمعين فين؟ ناحيه الجبهه اليمين. ناحيه اليمين. فانا النهارده انا عشان اقفل الجبهه اليمين دي لازم ابدا بايمن اشرف اللي هو دفاعيا اقوى، دي وجهه نظر يعني. يبقى ناحيه الشمال يقفل لك الجبهه دي. الحاجه الثانيه، انت لو لعبت بثلاثه ورا هتبقى افيد شويه، بحيث ان حمدي فتحي يقدر يقفل العمق الدفاعي، لان هم برده خطورتهم من العمق. بيجي فرانك كيسيه وبيجي ابراهيم سنجاري القادمون من الخلف، وبالتالي انا عايز اقفل لهم العمق وعايز اقفل الجبهه دي. فلازم ان يبقى يا اما ثلاثه يا اما ابدا بايمن اشرف باك ليفت. بص بيبيه الجمله الشهيره بقى بتاعتهم، بيبي بيعمل ال1 2 مع ابراهيم سنجاري، ومين اللي بيقطع من وراهم؟ ادي اهو نيكولاس بيبي بيتحرك بيبازي لابراهيم سنجاري، بيعملوا 1 2. الجمله دي متحفظينها، لازم لعيبه مصر تكون حافظه اللعبه دي. انا النهارده بيعملوا 1 2 اهو، بيتجمعوا، تحس ان اللعب مايل الناحيه دي، خاصه كمان ان ويلفريد زها الناحيه الثانيه لما بينزل بيديهم افضليه. هنا برده نيكولاس بيبي، وجاي مين بقى؟ القادمون من الخلف، خطوره كوت ديفوار في القادم. حطها حلو جدا. لا يعني كان سهل قوي يحطها بشماله في ال، لا فتح رجله الشمال شويه، فتح بطن رجله شويه، راحت في المكان. حطها حلوه جدا. ده فكره القادمون من الخلف لفرانك كيسيه. دي حاجه مهمه جدا اللي جاي من ورا. فانت النهارده عندك خطوره من على الاطراف وخطوره من العمق، عشان كده قلت ان الثلاثه افضل من وجهه نظري. ليه؟ هتقفل العمق وهتديك برده حمايه. صعب يا احمد خلي بالك، هو ممكن العب بثلاثه اللي هو حمدي وعمرو والنني في وسط الملعب. صح خلاص؟ ودي تعليمات لحمدي ان هو يرحل يعني بين الاثنين المساكين. انا مش شايف ان هو رايح للدماغ دي خالص. لان انا عارف ان هو مش رايح للموضوع ده خالص. بس هو يلعب الثالث وثالث مع حجازي مثلا والونش، او حجازي ومحمد عبد المنعم ما شفتها. طب هقول لحضرتك على حاجه، ممكن حل تاني، ممكن الجناحين بتوعي، ممكن الحل حلول كتير، لكن هو مش رايح لكده. ممكن اللي يدي تعليمات للجناحين بالعوده الدفاعيه عشان تقفل الاطراف بتاعتهم لو طلعوا. لو طلعوا. طيب خلينا نفس اللعبه دي يا كابتن اسلام، بس انا خدتها من يعني اسبكت تاني او منظور مختلف عن اللي احمد شافه. انا بشوف ان ميزه كوت ديفوار الهجمه دي لازم نبص لاساسها، هي اصلا كانت هجمه مرتده، ما كانتش بيلدنج اب عادي لكوت ديفوار. الهجمه دي هجمه الهدف كانت هجمه مرتده، ولو نلاحظ ان لعيبه المنتخب الجزائري كانوا بيحاولوا يرجعوا بسرعه عشان يلحقوا يمسكوا لعيبه كوت ديفوار اللي بينطلقوا بسرعه كبيره جدا جدا في هجمه مرتده. طيب اللي انا عايز ابص له هنا، كم لعيبه كوت ديفوار اللي قدروا يتحولوا من الشكل الدفاعي للشكل الهجومي؟ كم واحد جري ومتجه للمرمى؟ 1 2 3 4 5 في مثلث عندنا في اليمين،
واللي احمد شرحه. طيب هنا بقى الفكره، تعال نبص. طبعا في اتنين هنا اوت اوف بلاي بتوع منتخب الجزائر، دول انا هسميهم اوت اوف بلاي، مش في اللعبه خالص، بره اللعبه، دول بره اللعبه تماما. في ثلاثه، يبقى احنا هنا بنتكلم على خمس لعيبه قصاد ثلاث مدافعين، وبالتالي هنا يبقى خيار لاعب كوت ديفوار ما عندوش خيار واحد بس للهجوم، عنده كذا خيار. نبص هنا اللعبه دي، اللعبه دي ممكن تتلعب كره عرضيه للي جاي من ورا، وهوب يخش ياخد الكره ويشوط، لان لعيبه الجزائر راجعين جدا جدا. هم طبعا اختاروا ان هم يلعبوا على المساحه الفاضيه، ونشوف الشكل، الصوره اللي بعديها. الكره دي لو كان مثلا بعتقد بشوف مثلا لو فرانك كيسي فوت الكوره، نفترض فرانك كيسي في الهجمه دي ما جابش الهدف، هتروح للي بعده، في كام واحد وراه ممكن يفنش الهجمه دي؟ ادي واحد وادي التاني. فهنا اكبر مشكله ممكن تواجهنا في الهجمات المرتده لمنتخب كوت ديفوار هو عمليه التحول من الهجوم بتاعنا للدفاع. لو احنا ما عندناش السرعه الكافيه هنشوف المنظر ده كتير جدا 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 عليه. ودي النقطه كمان اللي ممكن منتخب كوت ديفوار ببساطه يشوفها اصلا في لعب منتخب مصر. احنا اصلا بنلعب السودان المفروض اللي هي اقل مننا فنيات واقل مننا في مسائل الفروقات الفرديه ما بين اللاعبين، ما كناش حتى قادرين نسرع الريتم عشان نجيب الهدف الثاني والثالث. فدي نقطه انا حابب ان احنا لازم ناخد بالنا منها. تاكيدا لكلام كريم، الهجمه المرتده، سرعه الهجمات المرتده بتاعت كوت ديفوار، بص انت لو لعبت اصلا ضغط عالي هيبص الدقيقه ايه 50 44، بص نعم. رايح كام واحد يا كريم زي ما انت قلت، 1 2 3، هات الصوره اللي بعدها كده، 1 2، نحفظ بس الرقم، الدقيقه 50 والثانيه 44، الثانيه 44 تمام. تعال نشوف الحاله اللي بعدها كام واحد، 1 2 3 4 5، نعم. خمس لعيبه رايحين في هجمه مرتده زي التطار كده، خمسه رايحين عليك، فانت قاطعين الكوره في منتهى السرعه وسرعه تحول رهيبه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. اذا لو انت ضغطت عليهم ضغط عالي وسبت لهم مساحات ورا هتعاني. تعال احنا نفتكر ان هي الدقيقه 50 44، هات الصوره اللي بعدها، شوف الهجمه ان هو في الدقيقه كام بالظبط، هتلاقيها في الدقيقه 50 و بص الهجمه اهي سيرجيو ري 50 و49، يعني في خمس ثواني عملوا الهجمه المرتده، ضغطوا عليك في وسط الملعب وتحولوا، بص كام واحد زي ما انت قلت. انا بس عايز اقول بس حاجه واضحه في الاعتبار يا احمد، ان طبعا المباراه دي اتلعبت الساعه 3، فبالتالي وكان واضح ان المنتخب الجزائري متاثر بالرطوبه العاليه، عشان كده الحمد لله احنا هنلعبهم ثلاثه عندهم، سته هنا، فالحمد لله، الحمد لله برضو ان احنا لحد ما هنلعب في وقت متاخر شويه، واتمنى باذن الله باذن الله باذن الله ان احنا ما نعانيش من موضوع الرطوبه، لان فعلا الموضوع ده خنق منتخبات كتيره وبيفيد طبعا المنتخبات اللي عندهم لحد ما بشره سمراء اكتر. تعال نشوف الضربات الثابته اللي ليهم واللي عليهم، هما مميزين في الضربات الثابته، متحفظين شغل كويس، بص بيلعبوها دايما على البعيد، لازم هنا الدفاع بتاعنا يخلي باله ان انت هتتلعب على القائم البعيد، والرقابه طبعا، الرقابه طبعا هنا كانت كارثيه، لازم نخلي بالنا ان هما دايما لما بتبقى على اليمين عندهم حلين، يا اما بتتلعب على مرتين يا اما بتتلعب اهي دي اول واحده تتلعب على القائم البعيد عشان المدافع يجيبها. طب اللعبه الثانيه بتاعتهم ايه؟ ان انا العبها على مرتين ونيكولاس بيبي، بيبقوا ثلاث لعيبه في الكوره. هات الصوره اللي بعدها، ادي 1 2 3، بتتلعب لنيكولاس بيبي اللي هو عليه السبوت ده مكتوب فوق بيبي، بيخش دايما لجوه ويشوط. اذا فكره الضربات الثابته عندهم يا اما بتتلعب على مرتين، دايما تلاحظ ان هو مصدر الخطوره بتاعهم نيكولاس بيبي في الضربات الثابته. بص اللعبه اللي بعدها، بص هنا بيشوط من قد ايه؟ من 25 متر. بيبي ده بيشوط من اي حته في الملعب، نجم الارسنال طبعا. هات الفاول اللي بعده برده نفس الفكره، نيكولاس بيبي اخطر واحد، بص بيشوط منين؟ نيكولاس بيبي اخطر واحد في الضربات الثابته لكوت ديفوار. ده لازم برضو نحاول نقلل الضربات الثابته اللي حوالين منطقه الجزاء، لان ده لعيب بيشوط من اي مكان في الملعب يا كريم. تمام. طيب احنا يا كابتن اسلام في الحاله اللي كانت معانا من شويه كنا بنتكلم على الكاونتر اتاك بتاع منتخب كوت ديفوار، وازاي النهارده فعلا بيقدروا يطلعوا باقصى عدد اكبر عدد ممكن عشان يقدروا يهددوا مره مناسبه. طب تعالى بقى نتكلم على هجمه معموله من بيلدنج اب عادي جدا، واللعب متحضر، وكمان الفرقه المنافسه واقفه في اماكنها وكل واحد يعني واقف في المكان بتاعه. تعال نبص على توزيعه منتخب كوت ديفوار، بيعملوا حاجه ظريفه ولطيفه للغايه. الراجل
اللي محطوط عليه حرف الار بي ده اللي هو الرايت باك ده سيرجي اوريه. سيرجي اوريه الراجل اللي هو الفول باك هو اللي داخل في عمق الملعب وبيعمل دور الجناح اللي المفروض بيرحل لجوه. احنا دايما بنقول ايه في طريقه 4 3 3 طبيعي لما الرايت باك يطير لازم الرايت وينج هو اللي يخش لجوه والرايت باك هو اللي يمسك الطرف. لكن عشان سيرجي اوريه واحد من افضل اللعيبه اللي بيشوطوا مع توتنهام في الدوري الانجليزي من خارج منطقه الجزاء بيبقى واحد من الخيارات الجيده لمنتخب كوت ديفوار ان هو اللي يخش العمق في حين ان بي بي يفضل واقف على مقربه من الخط ويسيب عمق الملعب لسيرجي اوريه. سيرجي اوريه في الكوره دي شاط كوره يعني رئيس ملحي وقف وقف اتثبت ما عملهاش اي شيء لان طبعا الكوره كانت سريعه جدا. فواحده من النقط لازم ناخد بالنا منها ان منتخب كوت ديفوار بنتكلم على هذا الكم من اللاعبين واللي بيشوطوا كان هنا كمان عنده اوبشن تاني لو هو ما شاطش اوبشن التمرير لبيبي وان هو يخش ولما كمان بيبي يخش للحته دي يقدر ببساطه يلعب الكره العرضيه بشكل مماثل للهدف. لو حد النهارده بيتفرج على المباراه اللي ما بين الحمد لله برشلونه والافيش الهدف اللي جابه فرانك ديونج في الدقيقه 88 نفس اللعبه بالظبط اتلعبت على الطرف واتلعبت بالعرض لفرانك ديونج دخل حطها في المرمى بسهوله. وبالتالي احنا بنشوف في اوبشنز كتيره عند منتخب كوت ديفوار فريق عنده حلول وعنده كمان قرب مسافات كبيره جدا جدا ما بين لعيبته. الكره الاخيره اللي انا عايز اتكلم عليها طبعا دي هجمه في الدقيقه 93 هجمه في الدقيقه 93 في الدقيقه 93 منتخب كوت ديفوار عامل كاونتر اتاك على منتخب الجزائر كان بيبحث عن تقليص الفارق من 3-1 3-2 ب 1-2 3-4 5 وفي 2 اوت اوف بريم الجزائر. بنكرر نفس المشهد اللي انا جبته من اول 10 دقائق في اول الحالات بفنش الحالات بحاله في الدقيقه 93 5-3 بنفس الشكل الهدف الذي لم يحتسب يتلغى بالظبط ده الهدف اللي اتلغى بس الشكل اوفسايد بيني وبينك طبعا اوفسايد لكن الفكره فيها يا كابتن اسلام انا بتكلم على التحول من الدفاع للهجوم زي ما تم في اول 10 دقائق بنفس القدرات البدنيه تم في الدقيقه 93 بنفس القدرات البدنيه 5-3 ولازم درس لينا ما نلعبش كوت ديفوار باسلوبنا اللي احنا لعبنا بيه البطوله العربيه او الثلاث ماتشات لازم نلعب زون ديفنس. اتمنى والله اتمنى على المستوى الشخصي الفكره اللي قالها ثابت دي تتنفذ يا ريت اتمنى وانا عارف ان هي صعبه بس نلعب 3-4-3 اتمنى بس مهم ان احنا ما نلعبش على الاستحواذ مع المنتخب ده المنتخب ده اوعى تلعب مع الاستحواذ سيب له الكوره ونلعب احنا على الكاونتر اتاك احسن. تعالى بقى نشوف كله قوه قوه تعالى نشوف بقى نقاط الضعف منتخب زي ما قلت لحضرتك ما تقلقش منه قوي في اسماء وفي قوه كبيره لكن هو عنده مشاكل دفاعيه كبيره جدا. تعالى نشوف اول حاله معانا بالضغط في وسط الملعب ده قدام سيراليون بص المساكين في حاجه كده غريبه عند الافارقه نوع من التوهان والسرحان في التمركز ودي مشكله رغم ان المدافع ده بيلعب في باير ليفركوزن وايريك بايل احتمال يبدا قدامنا في اليونايتد فبص المساحه اولا زي ما كريم انت قلت في الاول ان هو بيلعبوا هاي لاين بيلعبوا دفاع عالي بص المساحه اللي وراهم قد ايه هنا التفكير انا هستغل المساحه دي ازاي انا عايز حد سريع لازم محمد صلاح يتحول في الحته دي ومصطفى محمد لو بدا لازم يكون محمد شريف اللي هو ركنه احتياطي لازم يكون له دور في الماتش ده بس قبل ما تكلمني على مين اللي هيجري كلمني على مين اللي هيسلم اللي بيجري اللي هيسلم في كتير في كتير دي يعني في زيزو دي مهمه لا دي مهمه المهمه في اللعبه تقولها دي صح مش اللي هيجري سهل هو انت بتقول محمد صلاح يفتح سبرنت دي فيها مشكله هفتح سبرنت لكن السؤال هنا مين اللي هيسلمني الكوره عندك السوليه السوليه مستر اسيست ولا مش قصدي ما بتكلمش على المهاره ثابت انا بتكلم على هطلع ازاي من الضغط بتاع كوت ديفوار هي دي النقطه ما دي الفكره انت لو لعبت بثلاثه او لعبت باربعه ثلاثه ثلاثه اللي هو بيلعب فيها وحمدي فتحي نزل يستلم ما بين الاثنين المساكين هتقدر تبني هجمه هتقدر يبقى شكلك يعني كويس يعني من كلامك عايز سرعه عايز سرعه انت طبعا انت لو ما لعبتش الكوره بسرعه عندك السوليه بيلعبها كويس عندك زيزو كويس ممكن النني برده في حته التمرير كويس جدا يقدر محمد صلاح يقطع من العمق لازم محمد شريف يكون له دور في الشوط الثاني انا وجهه نظري كده عشان هم مشكلتهم البطء والسرحان واحسن واحد يعمل لك الحته دي محمد شريف مصطفى محمد تستخدمه في الضربات الثابته في المشاكل اللي هنتكلم عليها دلوقتي بص كمل بقيه الصوره بص اتضربوا بلعبه واحده من فوقيهم على طول بص ثلاث مدافعين 1-2-3-4-5-6-7 لعيبه اتضربوا بلعبه واحده من فوقيهم المهاجم بتاع سيراليون راح والحارس انقذها هات الصوره اللي بعدها نفس الفكره
نجري بس الصور عشان الصور كتير بتاعت الحالات الدفاعية. كمل برضو هتلاقي المهاجم راح، يعني كريم بيلعبه بص اهو راح انفراد ده بلعبة واحدة، عشان كده بقول لك الماتش ده محتاج واحد يعمل عمق. هي نفس الصورة، بص حضرتك ادي المهاجم ما بين الاثنين المساكين، بص حالة السرحان والتوهان اللي موجود عند الافارقة. أيوة. اللي هو التمركز بتاعه مش حلو، يعني اللاعب بيتحرك بين الخطوط والكرة بتتلعب وكلهم واقفين، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية اتضربوا بتمريرة واحدة. أيوة. المهاجم بيتحرك بس واتلعبت له، هات الصورة اللي بعدها على طول هتلاقي اتلعبت له والمهاجم رقص وشاط على طول. فانت تقدر تستغل مين اللي يضحك على المدافعين دول، مين اللي يقدر يتحرك بين الخطوط. ادي المهاجم رقص وراح شايط كذا، يبقى عندك مصطفى لو بدا يبقى لازم محمد شريف وجهه نظري يكون له دور، لازم تستغله لان محمد شريف بيعرف يتحرك في المساحات، كل ما تلاقيت مساحه يبقى ميزه محمد شريف. هات الصوره اللي بعدها برضو، خش بقى بعد كده على الضربات الثابته اللي هي اللي عليهم الكورنر دي اهي. بص يا كابتن اسلام اللعبه دي بص هم كلهم واقفين ازاي، بص هم في الضربات الركنيه زي ما قلنا هم مميزين في اللي ليهم، اللي عليهم ايه بقى، بص كلهم واقفين، بص حاله التوهان اللي بتجي لهم دي، عندهم نوع من التوهان في التمركز. انا لازم استغل على فكره كروش اكتر ميزه ليه الضربات الثابته، احنا لو كسبنا ان شاء الله كوت ديفوار هنكسب بضربه ثابته لان هم عندهم مشكله في ضربه ثابته، في الضربات الثابته. بص اتلعبت على طول للاعيب الجزائر على طول راح شايط فاهم، فده نوع من السرحان، نفس الضربه الثابته برضو. بص هنا الجزائر لعبوها فين، لا وافتكر انت برضو لما جبت فيهم اهداف من 2006 بقى و2000 والله ما مش بهزر معظمها ضربات ثابته او البدايه بتاعتها ضربات ثابته. بص حضرتك دي نفس اللعبه برضو، حاله من التوهان وهم واقفين مركز، هم بس متحفظين ان انا هقف هنا ادفع منطقه وخلاص. طب ما انا ممكن استغل الحكايه دي، وكيروش عامل شغل محترم في الضربات الثابته للامانه في اخر ماتش، يعني هات حالات مصر كده كمل اللعبه اللي بعد دي. هو دي لعبه يا جماعه متحفظه، كروش البصمه الوحيده اللي انا شايفها له الضربات الثابته، واضح ان محلل الاداء اللي معاه يعني عامل شغل محترم في الضربات الثابته والضربات الركنيه. مصطفى محمد اهو بيطلع بتتلعب له، يبقى انا اقدر استغل الميزه بتاعه منتخب مصر اربط ديب دي، عندك فرقه عندها مشكله في الضربات الركنيه اقدر انا استغل الميزه اللي عندي. دي برضو هنا محمد عبد المنعم كان واقف ورا، هما الاثنين واقفين ورا وبعدين راح قاطع على القريبه، فانا لازم انا بلاعب فرقه عندها مشكلتها ان هم عندهم سرحان وتوهان في الضربات الركنيه وانا عندي الميزه دي، يبقى انا ليه ما استغلهاش. يبقى انا في نفس الوقت لو لخصت كده، انا لو لعبت دفاع منطقه ولعبت على الهجمات المرتده قدرت اضربهم في خلال العمق الدفاعي اللي عندهم مشاكل في العمق بمحد سريع، وفي نفس الوقت لعبت دفاع منطقه وامنت، لو لعبت ب 3 4 3 او 4 3 3 بوجود حمدي فتحي، لازم حمدي فتحي في الماتش ده، حمدي فتحي ما بين الاثنين المساكين يقفل لك العمق وتقفل الاطراف، ايمن اشرف وعمر كمال عبد الواحد، مع عمر كمال عبد الواحد هيلعب على ماكس جرادل وايمن اشرف هيلعب على نيكولاس بيبي او ابو الفتوح، هقفل الناس دي ازاي؟ ما انا لازم العب بليبرو او العب بواحد يقفل الحته دي، ما انا مش معقول هحط عمر كمال على ماكس جرالدل او ويلفريد زاها هيعاني هيعمل له مشاكل كبيره، ما انا ما احطوش على واحد زي ده وارجع احاسبه. لا ممكن يلعب بمحمد عبد المنعم باك يمين ويلعب بايمن اشرف، ما هو برده لما لعب قدام نيجيريا ما كانش مش مركزه ما حرقوش، يبقى انا ممكن اامن، عشان كده وجهه نظري انسب طريقه زي ما قلت ثلاثه، لو لعبت بحمدي فتحي بين الاثنين المساكين اقدر استغل العب على الهجمات المرتده واضرب العمق الدفاعي وفي نفس الوقت استغل الضربات الثابته اللي هي ميزتي اصلا. تمام، دي كانت كل نقاط القوه ونقاط الضعف اللي موجوده في المنتخب الايفواري، زي ما حضراتكم شايفين منتخب قوي هجوميا وكل حاجه ولكن عنده نقاط ضعف تقدر تلعب عليها خلال المباراه، لو عندك محلل الاداء مع المدير الفني يقدر يظبط الامور بشكل او باخر عشان تقدر تفوز زي ما تونس عملت، قفلت على مفاتيح لعب منتخب نيجيريا قدرت ان هي تصل للدور اللي بعده. وفي النهايه نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، كل نقاط الضعف ونقاط القوه للمنتخب الايفواري هنحاول نزيحها كل يوم يمكن يتفرجوا عليها. يعني عموما بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا، شكرا جزيلا على وجودك معانا. اذا اهم نقاط القوه والضعف كانت موجوده مع حضراتكم للمنتخب الايفواري، نبتدي نذاكرها اليومين ثلاثه اللي جايين دول علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز على المنتخب الايفواري ان شاء الله يوم الاربعاء القادم ونصعد الى الدور التالي دور الثمانيه. كل الامنيات الطيبه لمنتخبنا الوطني بالتوفيق في هذه المباراه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم بكره وحلقه جديده من البيت الكبير.